حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم جميعا بكل خير مشاهدين الكرام بالوطن العربي الكبير، مشاهدين قناة بداية والبرنامج الأكبر والأجمل والأروع على مستوى العالم العربي، برنامج حياتك. اليوم معي في فقرة غداكم، المعروف لا يعرف أبو علي طبعا، لكن معي اليوم نخبة من الشباب ونخبة النخبة، صفوة الصفوة، عبد العزيز الشهراني، فواز الشمري، فيصل بن قرفة العط. لا 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 هنا في بابا ماما يشوف اي لا 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 اشتقتكم يا الربع، الله يطول عمرك. واليوم نبغى مطبخ خفيف جميل وانتم ما يحتاج توصون، بدأ معكم التايمر، شدوا حيلكم اقبعوا الدنيا. ايوه لا توصل كمان جايز، بسم الله. ما ادري شلون اطبخ، وش وش المهمه. طبعا مشاهدينا الكرام نستقبل رسائلكم على هاشتاج حياتك 65 كالعاده، نقرا الاسماء اللي يعطينا يا ولد راسك، نقرا الرسائل بالاسماء للشباب، يعني اي واحد يرسل رساله عبر التويتر في هاشتاج حياتك 65 نستقبلها ونقراها باسم المرسل ونستقبل اتصالاتكم اما بتعديل او معلومه حسب الارقام الظاهره لكم امام الشاشه. يلا يا شباب يلا ما شاء الله، ما عرفتكم اليوم بلطيل ما شاء الله. لا بسالك ابو سالم، حسيت ان السوسوالي والجي بي ار في مين هناك؟ شارع الجبر. الجي بي ار مو بالجبر، الجبر. شوف اسمع، وين هو هذا شو اسمه ذا؟ لقيته والله. ايوه قصدك الكلوبز؟ ها شو لقاه فيصل والله ذيب ذيب. احسكم في نفس الوقت تقولون ليتك والله ما لقيته. ليه؟ عشان تاخذ راحتكم. لا والله عشان ابو علي ياخذ راحته، قصدك في الخصم. طيب رد رد معنا كرسي وين يا شباب؟ الله يرحم الله يرحم شيبان عقبوكم يا رجال. وياه نبي ابي كرسي والله هذا خشمي. كرسيك طال عمرك ابشر بكرسي ازرق بداله. اوف لا 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 هذا في محكمة. افا ابو علي ايوه علي لا معكم اللي لقيت معي في دبي هناك هاني العنزي هنا عوف. ايوه علمنا البارح غلط واحد حارس امن من شلومه والله بشك وخير وصحة. ينتقد هناك ولا سم؟ ينتقد هناك بعد ولا ساكت؟ هناك؟ انا اول ما دريت ان هاني عنزي هناك حطيت كذا كلام، قلت لاحظتها بين دفنه وعمر ملحم، وحط مقطع ثاني بالسناب، قلت يا اخي هذاك مقطع يخرب بيتك انت ورانا ورانا في كل حته. والله نعم الشارب والله ابو شوق. اي والله في ذمتي هذا الرجل راح تعرفونه بعد البرنامج. والله اني اعرفه قبل البرنامج. لا اقول لك راح تعرفونه. لا اعرفه اثناء البرنامج. يا سلام وين اعطي صوتي. طيب يعني خلاص انا ببقى واقف خلينا ندور. ها؟ جزر وذا تسوي الكوكتيل؟ خلي الجزر اول شيء. طيب مرحبا بسالم. الله يحبك. طول عمرك. هلا والله. منور. طول عمرك. يا اللي ترسل لي على هاشتاج حياتك 64 وين اتغادي؟ 65 متحمس الله يطول عمره. هنا ضحى تقول يا عز الشيله متى؟ حقت والله شوف الى الحين باقي زبط الوضع كذا عرفت سم؟ سم الله عدوك، باقي نزبط الوضع حق الشيله. ايه كيف طريقه تتشينها؟ هاي يعني قاعد تسوي فكره الان. ايه طيب قبل عشان انا شطحت بالسؤال الحين من الحماس يعني، من اللي ماسك الوجبه الرئيسيه؟ انا طال عمرك. مقادير وجهها للمشاهد، ما هي مقادير وجبتك الرئيسيه؟ وش اسم وجبتك؟ مضغوط مضغوط. إيه؟ لحم ولا دجاج؟ دجاج.
يا سلام جاي صاحب علي ووجه بصل طماط رز دجاج عرفت ايوه ضغط ايوه ملح ملح يا سلام الوجبه الجانبيه الوجبه الجانبيه طويل عمر السلامه سلطه عند ابو مسفر ايوه يا سلام وعصير فواكه يا سلام وعد بها شيء ابو سعيد ها حقه وش عاد نحمد الله السلام انت من يوم حلقت شعرك وانت ماشي ما انت مضبوط اي والله ماشي ريت ما حلقته يا ولد هم شلوا عقلك وش السالفه عقله انا من زمان والله من يوم طاح في البصل هو صار ذاك بالله فيصل ابو علي وين القطاع ابو علي وين هذاك التحدي انا ما عرفت هذاك التحدي طال عمرك قال شوف التحدي والله محمد 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 خذ ليبات الرجال ليبات ابو علي وين البشار قطاع عند شو اسمه بقى عينك الله بيض الله وجهك يا اخي خرب بيتك يا اخي مسح دقدك يا اخي حرام عليك الله يرحم عليك مالك الدين ابو علي شوف كرسي الله يرحم والديك خلك واقف ها خلك واقف لا حول ولا قوه الا بالله ابو علي ما شاء الله تبارك الرحمن اعدم الباركيه محمد سهران وش الخفصة ذيك انا ما قلت قدك والله نطيحها بطق سرجلي قايل لك لا تجي لا تحك رجلك لا قلت انت يا رجل كل حبر تذكر يوم اقول لك انها حفره عميقه قلت لا 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 من غير اللبات انا ما احسب انها حفره صحيح والله اني قايل لك ترى حفره الباركيه ذا قوي انتبه انتبه يا ابو علي قلت لا عشان نصت رجلك كان نجات ولد بصب الخشب ما مسك على الرجل على طول سحبت رجلي او لو مسك على رجلك اعوذ بالله كيف تطلعها اقول لك هنا اسحب رجلي طالع ولد علي انا والله وضكت كتاب وعالي تدري اني واقف انا طحت فيها وكلي لا بتقعد وين راسك بس طيب يا ابو علي سم الله عدوك المشي حق الضغط ما ادري والله انا ما يا شباب انت تطبخون سو انا ما ادري عنكم والله شباب فنا منير منير تكفى انا ما ادري عنكم والله سووا فيه طيب دق علي دق احنا نرتب العمارة تبغى تجي تحوسوا في الليل احنا ما ندري شيء انا ما اخذها من وين عند الناظر انا استكشفت الوضع لما احصلها ما لقيتها دولها دولها هنا تحصل هنا حق واحد اثنين يا ما شاء الله تعطيني ايباد ما فيه تويتر يا حبيبي لقيت واحدة مو هو بلها بعد حبيبي طيب نخلي الايباد ونبدا بالجوال ابو علي ابوي تراني جنبك ما يحتاج ترفع صوتك ابوي لا كذا الوضع ما يصلح هنا يقول لك اللهم صل وسلم عليه سلطانة تقول عبد العزيز بن سعيد اتفق الجميع على محبته وعلى عفويته وعلى اخلاقه وهو الرقم الصعب في البرنامج انتهى والله يجعلنا عند حسن ظنه طيف الحربي تقول قل عز جمهور القصيم معك معكم وخاصه طيف هولاه بس طيف الله بس ميمو تقول قول فيصل نبيه يشد حيله الاسبوع عيوننا على النهائي والمراكز الاولى ان شاء الله باذن الله هذا تقطعتين موجود الله يعافيك حق شو قطعت حبتين ما ادري فيني دولها ما قطع يعني عندكم اربع قطعات دولها فوق تلوموني انا بس ايش بسوي انا بجيب شبك والله ما حد يسوي شبك وتعطيني انا بس ناين ناين تقول يا فيصل اول ما يخلص الكتاب يوزع اول شيء في الشرقيه باذن الله يعني حال المملكه كلها قصدك الخليج ان شاء الله ايه ان شاء الله بس اقصد مبدئيا يعني اسمع انا اقول اول كتابك اول ما توزعه في الصين ليش؟ الصين مرتبه الصين؟ ايه دافع على البر انا اقول خلنا خلص من السعوديه ثم الخليج خلي كتابك طال عمرك باللغات باذن الله ليش لا؟ تقولها هزو؟ لا 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 والله العظيم يعني شيء جديد باذن الله بعدين احنا نقول شيء جديد ونجيب شيء حصري والملايين يشوفونا وخلاص راحت الفكره اساسا والله هذا يعني بس نسمع اي المهم انا اعطيك زيد بالصيني اتحداك على قاف وزن والله ليش اي هذا في قريحه ها هذا في قريحه تذكرت ايام الصين ايوه طيب مالك هذا مو بشيء بس امشي خلنا نتغضى طلع الدجاج يقول لك كانت ايام الصين ابو مسفر
صولات وجولات في الصين يا ابو علي، ايام التجاره وايام ايام يروح ايش تروح عليه؟ تروح على الباخره، تروح على الباخره طال عمرك. دخلت في الاسهم واخسر كل فلوسي، واخر شيء اجيب ربحها ايش وخسرت فلوسي كلها. تدري لا 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 دجاج لا لا دجاج وين؟ لا ماني والله ماني معك. شو طلبت لكم شباب؟ فدخلت في الاسهم خويا ما حصلنا طلبات. لا 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 تقول لي ما حصلت طلبات، تجارتي بتصير كلها عزيز. اي انا غشيت بالاسهم، كم رجعت في الاسهم طلع عمرك وخسرت فلوسي في الصين وبعت بيوتي اللي في الصين. كان عندي قصرين، كان عندي معارض اواني منزليه. سور الصين عظيم كان لك؟ لا طال عمرك هذا كان جاري. آه الله يرحمه. اي شيء والله يا ايش ايش خلينا نكمل الحلقه. يا الله بسم الله عليك، بسم الله عليك. اما انت هذا امر لا بقلبي نقع حطه في الصين. ايوه فيصل توزيع مع الدجاج ذا الحين راح حلاله كله. والله راح حلال يا ابو هناك وش شاري؟ عندك حلال في الصين؟ ها عندك حلال؟ حلال اي كان عندي معرض حق اواني منزليه كان يستوردون عندي. الله ايش عنده السيف جاليري؟ لا وش السيف جاليري جاء بعدي. لا لا كذا لا لا كذا لا ما لي اسوقني لا لا كذا لا لابس لابس الراعي السيف جاليري. ابو شوف يا ابو سالم الدنيا دواره. اول طال عمرك كنت انا قبل السيف جاليري، الحين قاعد لابس لبس السيف جاليري. الدنيا كيف؟ سبحان الله. سم شوف ها انت تجيب العيد تأمير. طيب شوف هنا يقول لك اللهم صل وسلم عليه على المحترم ابا احنا عند الرسول. لما تجي هنا حق هذا تمسك هذا. اي والله شيخ حمود في هاشتاج حياتك 65 تقول فواز الشمري مبدع عفوي ومتزن الاداء بين الضحك والجد، شخص يمتلك كلمات قويه تقع في القلب فورا. نحب وجودك على البث، استمر واحنا معاك يا اخي. والله العظيم بيقولون كلام زين يا اخي. والله شكرا 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 من القلب. والله انا من التعليم الحمد لله. والله شكرا من القلب. احنا اصلا بروح بالتجاره احنا من غير الجمهور. يلا ابو مسفر نقع الروس خلنا نطبع من غير الله ثم الجمهور. يهديك الله يصعب عليك. رسيل الشيري تقول فواز الشمري هنيئا لك بمحبه هذا الجمهور الكبير، ثق تماما ان خلفك جمهور يتمنى لك الخير ويدعو لك، استمر بابداعك والجميع فخور بك. الله يسلمهم واحد واحد. والله العظيم الكلام هذا انه يبسطنا، والله يجعلنا عند حسن الظن واكثر يا رب العالمين. وانت عند حسن الظن يا حبيبي يا رب. جوج دافع البلاء. جوج تقول في هاشتاج حياتك 65 فيصل من اكثر الشباب واقعيه واخلاق، واضح حب الشباب له الحمد لله خاصه محمود. راح يبيض وجهي هذه عزيز. هذا وين دي اللي شفت هنا؟ حط فيه ثلاث حبات او قطعها وقطعها. ها والله ما ليس له ليس له حيله في اليحتك. هذا هذا تبعي اللي انا قد حليت لك. هذا يا فيصل يا فيصل سم فيصل شكرا. توتا تقول فيصل بن قربة تبارك الله متميز ومنفرد بشخصية جميلة، وكذلك مع الكل جوه جدا حلو حتى انه يعطي اللي معاه جو اخر جميل. قولوا امين. سلام فواز تمام؟ امين. الله يسعدهم بيض وجيههم على الكلام الجميل والاطراء الجميل. استاهل والله فيصل استاهل. والله يجعلنا عند حسن الظن ولا الله ثمهم ما كنا احنا هنا. طيب في طلب من غيث فرح. تقول فيصل بن قربة شاعر شاعر ذا موهبة جميلة وواعدة جدا، ننتظر منك عملا عن الحجاب بأبياتك الجميلة وينشدها المنشدين المبدعين بإذن الله. أكيد بإذن الله قريب إن شاء الله. أنت موضوع خلاص خلاها الرج 30 فنجان. طيب 30 فنجان خلاها الرج. تهاني تقول عز الشهراني مبدع وإلى الأمام، فواز الشمري طيبة القلب أجبرت الجميع على حبه في الله. الله يسعدهم. سنفورة تقول اسأل عز وش سالفة غلاية اللي أمس ضحك عليها صالح؟ ايه ايش صاير؟ بس هي ما في شبه بس عط السالفة. ما في سالفة بس اني قلت الغلاية كذا و... تبغى العلم العلم؟ ايه هو يصلح ولا ما يصلح؟ لا لا يصلح ايه خلاص لا ما يصلح عطنا يصلح لا ما يصلح. قرص قلبي الله يقرص لا 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 يعني ايش بيكون فيها؟ انا ادري عنك قلت تلف وتدور يا واد. في واحد من اخويانا متعلق بالغلايه ولا نشوف الا بالغلايه. ايوه ابو علي ابو علي اكسر صوتك الديبان اسلم.
وعلى طول الغلاية ذي مع لين عود سميناها الغلاية. عرفت؟ هو نفس الرجال ذا؟ اي نفس الرجال. ليه يعني يفور بسرعة هو؟ الظاهر على طول. وتذكرته؟ ايوه في يوم جوي يضحكون امس قلت يا ولد خليني اطري على الرجال ذا وش اسمه؟ كنت بسألك عن الغلاية. يضحك. طيب انا شفت لي مقطع في واحد متوقع من اخوياك. ايه شافك لابس جاكيته. جماعة الزهراني الله يستر عليه. عرفت؟ واضح انه معصب، واضح انه كان قافله معه وده يدخل ويفقع وجهك. وش سالفه الجاكيت ذا؟ والله الجاكيت ذا يا طويل العمر السلامة كان معي، كنت دوما انا وياه على طول الجامعة من سوا. اي فالرجال يا طويل العمر السلامة خلى الجاكيت ذا في السيارة، كان لاحقه حار من الضب. اوجعت قلبي، قرصتني انت بسالفة الجاكيتات. تسلم. سالفة طويلة عريضة، يبيلها كتب. اه سالفة لا تشكيلي فابكيلك. يبيلها مراجع. عود خليت يا طول عمر السلامة الجاكيت حق هذا الرجال، وعينته يوم قدني ارتب اغراضي للبرنامج قلت يا ولد والله لا اخذ الكود ذا، من ياخذ ذا؟ ما يدري، ما يدري. شافني قدني في التلفزيون لابس الجاكيت، لكن ما عاد معه، حطه على امر الواقع. هو قاعد يحوس ويدوس وقلب البيت فوق حدر. ما معك الا تحطه على امر الواقع. فقع وجهه شغاله هو. ما عاد معك. قد وصل، قد قدام العرب. عاد اشين شيء يا ولد انك تقبع البيت تفجره فوق عشان ذا. وفي النهايه ما تحصل. واخر شيء لا، واخر شيء. لا تفتح. ايييي. عبد العزيز. يا ابو علي. اخوي. الله يسلمك، انا وازن الوزنيه البصل والطماط على ضغطين الله يرحم ابوك. يا حبيبي. ابوك ايش تبغى؟ ابغى تسس حقه عشان اضبطك احلى مضغوط. لا والله مو غير زين. ما شاء الله. طيب. انا خليت الوزنيه حق الطاوله. انت شوي بالعرض، انت اخذها بالطول. اي والله نوع كوكتيل يا ابوي. طيب موجود ما تروح لا تكون في المطبخ موجود مهلا. بس ليه بعدين صبه في قدر؟ هذا الزبادي جبتوه؟ هذا لابدين بالحرارة على الفاضي. فيصل شم هي طال عمرك يقول لك استغفر الله. تقول فيصل بن قربة شاعر متميز في اسلوبه، احبها الصغير قبل الكبير، حاول شد حيلك وتحضر الصلاة في وقتها وانتبه من الخصم. بغيت امس اوده ابو سالم في ذمتك. اي والله قدري. السالفة نايين كاتبين يقول سالفة السرور كان بيعطي الجوهرة. السالفة امس شو حصل؟ ما حصل الا كل على مقال. وش اللي حصل؟ انا والله امس مسافر ولا شفت الموضوع كله ابد. انا طال عمرك دخلت برايم امس وكانوا احنا سته. قوتك من؟ منصور القرني. يا سلام. كانوا ثلاثه معنا مع حمد جواهر. اوخ وفي ثلاثه يعني مودين اللي بينهم انا، واحد انا وواحد سعد الكلثم وحمد الله. واحد منا احنا يعني الوضع خطير. ايه مره يعني ثلاثه خلاص بينكم الثلاثه. يا سلام محصور بيننا وكان خلاص يعني على سلمت امرك لله. ايوه الحمد لله. ولا ابشرك ندخل طال عمرك ابراهيم ونجاوب واطلع طال عمرك الثاني. الاول ثاني ها؟ الاول سعد كذا سعد كذا في الثاني يعني. ايوه يعني كرصيد جمعت. يعني امس العيال الثلاثه هذول راح جواهرهم كلهم؟ لا. ايه علي لا اجباريه تروح ذهبيه. علي كذبي. ايه لكن صالح وهذا عبد الله سحبت جواهرهم. سحبت؟ ما سحبت، استخدموها اجباري عشان يقعدون في ذمتك. ايه؟ هم قال ارصده. نعم. ثم طلع حمد. رجع الحركه دي فيصل. ثم طلع حمد طلع. ايه؟ فيصل سمي يا ابو هادي قلت لك هذا احسن اول. ها وحاطها على الصحن. الجزره كيف تسويها بالجزره؟ كذا عرض براحتك. طول طول ابو سام قول طويله. اسلم. طيب كويس. اسلم. ايه والحمد لله على كل حال. حصل هل كان في استخدام للجوهر امس؟ لا ما استخدم الصورة. ما استخدم الجوهر. اجل ايش سالين يقول هناك ايش يقولون؟ وش رده فعل فيصل يوم يعني يوم حس انه بيعطي الجوهره؟ لا الصور قال مد حمد الجوهره قرار عندك، قرارك يعني تقدر تاخذها تبي تاخذها ما تاخذها على كيفك. قال حمد لا. قال الجوهره قرارك؟ والله العظيم اني ما حضرت الموقف اللي صار امس الصراحه مع يعني حمد وسرور يعني ولا ادري ولا عنده تلفزيون يشوف يعني السرور قال من حضر امس موضوع سرور
ابو خا حمد اي في احد حضر الموضوع امس الجوهره حضرتها عز اسلوب حمد يوم إيه اي ابو علي شفته انت ايش اللي حصل متاش كان طارش قال له سرور انا بعطيك الجوهره قال له حمد لا ما ابغى قال انا بعطيك الجوهره خذ الجوهره قال حمد لا ما باخذها ما ابغاها يعني قال هذه جوهرك استخدمها نعم قال ما ابغاها حمد قبطها قال ما ابغاها ولا باخذها سمعت سمعت اي بعلمك ايش خلى سرور مع ذا الوقت كله يستخدمها كيف في سبب سرور طال عمرك جاء قبل البرايم الحين في اثناء البرايم اي اقول في سبب ايه جاء احنا في البرايم قام سامي الجواني قدام على الهواء قال الجوهرة بستخدمها الواحد من اللي موجودين هنا اذا طلع اوف ايه اذا اللي في بالي طلع بستخدم الجوهرة ما وصرح من اللي في بالي ما يقصد بس قال لي اذا طلع بستخدم الجوهرة الله طلع المقصود المقصود حمد الله الله اعلم الله اعلم الله كيف تقول والله اعلم هو يقول خذ الجوهره طيب هو قال ما ابغاها ما ابغاها في الاخير بس هو سال الشباب قال اعطيته قال لا ما اعطيته ثم ناصر حربي سال ساله على الهواء قال لا ما اعطيته اعطيته الجوهره حمد قال لا ما اعطيته فيه يعني التماس الامر في التماس الموضوع نعم في التماس الصوره غير واضحه على العموم انتم وصلتوا الى نهايه المطاف الحمد لله والوصول الى هذه المرحله بحد ذاته في الايام هذه يعتبر نجاح بحد ذاته صحيح ولا نرجو منكم الا كلكم ان شاء الله تاخذون مراكز الثلاث الاولى باذن الله يا من تحضرون الان في فقره غداكم ويا من يشاهدنا من اخوياكم في اي مكان كان وهم نائمون وهم جالسون وهم يرون يا زي الجلوس كذا وانت جالس وكيف نعم. ما شاء الله جاي عليك ما شاء الله تبارك نعم. الله والجو بارد الجلوس مره طيب ما شاء الله والله الجلوس مره وقاني عيال وسوالف شيء اليوم كم ما شاء الله عليك جو ما شاء الله تبارك الله عارف وعال جالس مروق كذا جالس سولف معاك والله مروق ترى يبيلك انت يبيلك كمبرسر ما شاء الله عليك ما هرشت معك الله يعافيك يبيلك كمبرسر يبيلك كمبرسر كامل كمبرسر ولا يبالي كونديشن ولا يبالي ثلاجه كبيره خلاص انا جالس ما شاء الله مروق عند المكيف ما يبيلك ثلاجه الحمد لله رب لك الحمد والله جو خليك واقف الله يعافيك بس تهرج انت يبيلك فريزر سوبر ماركت لا تبعت جميع الشركات فريزر جميع الشركات عشان كل شركه في النص نقطه القوه في النص شو فريزر جميع الشركات يا بالي ما عرفتك يا بعد قلبي ايه فيصل مجهز شيء اليوم أبا من ناحية عبد العزيز أكيد فرح تقول قل لعبد العزيز يعطينا القصيدة يكتبها فيصل بن قرب لما كان قوته الثانية وش هي؟ والله موجودة في الدفتر وين الدفتر؟ في الغرفة بجيبه أبشر أبو سالم يجي الدفتر ولا خصم من التفاعل 10% لا أبو سالم يلا عزيز من الحين جهز ورقه اخصم اخصم التفاعل يلا هل شب عليك يجي الدفتر ولا ما يجي لا يشب عليك يجي ولا ما يجي انا عندي كلمه يا ابو علي مره يلا يجي اذا ما جاء الدفتر ينقص من التفاعل 10% ليه جاء 10% ليه يا اخي نبغى نستانس يا اخي الجمهور يبغى ينطرب يا اخي الجمهور يا اخي ما تطبخون يبغون يستمتعون يا اخي يستمتعوا يا اخي الدفتر وين يا عبد العزيز؟ يجيك ذا الحين بس خلني اقشر الدجاجة. تقشرها؟ اقشرها. تقشر الدجاج؟ لقد وعدك. اقشر زي البرتقال. والله من يوم شفت فيصل القرمح يقول كذا طبعا كانت انا فن الرجيل. اي لا تتبع يا يرحم والدي. خلاص بتصير رياكشن. لا تتبع والله رياكشن هذه. والله. رياكشن خلاص. كم شيء وكذا يعني. هنا نوني تقول فيصل بن قربه انسان واقعي وعفو يلا يسعده شد حيلك امس عشنا في رعب كان قريبا من الخروج جمهورك من سلطنه عمان سلطنه عمان البندري من دوله الكويت تقول فيصل بن قربه اطلق شاعر استمر احنا معك عليهم زود مستمر بوجودهم ان شاء الله وبدعمهم
فيصل بن قربة شاعر جزل ثابت الخطى فارض احترامه وشخصيته بأفعاله وأقواله واضح الهدف جمهورك معك ونطمح للمزيد. الله يبيض وجيهم من الشذا ويض الله وجيهم. طيب والله كثر الكلام الزين والحلو والإيجابي يعني. الله أجيب لكم أعطوني شيء سلبي أي شيء تشوفونه فيهم أعطوني خلوني أحرقهم نحن بحاجة إيجابية خلوني أحرقهم نحن في آخر الأيام نحن بحاجة إيجابية أكثر من أول. شيخ حمود تقول فواز الشمري شخص لم يتحزب لا يحتاج جو محدد يصنع جو مع أي أحد مبادر زائد واقعي درجة أولى. الله يسلمهم بيض وجيههم على هالكلام الزين. نورة تقول فواز الشمري صاحب القلب الأبيض اتفقنا على محبته وحسن نيته تجاه أخوانه عفوي بعيدا عن المشاكل جمهورك راضين عنك والله يوفقك. الله يسلمه. أيضا الوجدان تقول فواز الشمري شخصية مسالمة ومبدعة وعفوية ونادر ما نلاقي متسابق ما عليه ملاحظات له جوه وحضوره بالبرنامج واصل والله يوفقك. أخي الحمد لله هذا من فضل الله والله يسلمهم واحد واحد. نكنيم تابعنا بالهاشتاج واللي تابعنا نكنيم كذا علامته هذا النكنيم. فواز الشمري متألق دائما فاز بحب الصغير قبل الكبير أسأل الله أن يوفقه ويجعل التوفيق حليفة. جمهورك معك يا مبدع فالك المركز الأول. أعطوني السلبيات خلاص أنا الحين عبيتهم احنا آخر أسبوع مير الله يسلمهم ايه ويسعدهم يا شيخ على هالكلام والله كلنا انا واخواني والله اننا من غير يا اللي تتصل من غير الله ثم الجمهور ولا شيء مو بالحين والله من غير الله ثم الجمهور ولا شيء والله. طيب عز 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 كلهم يقولوا كتابك يلا يلا اعجل كلهم يقولوا حق على الكتاب. ابشر ابشر. ميس تقول عز اخلاقه تدرس عفوي ومتميز عن الكل. حنوشتا تقول عز الشهراني احترامه لأصدقائه وللجمهور وللإعداد هو اللي فرض عليهم حبه في الله يوفق حبه لله فالله يوفقه في مشواره. جاني في دار الله جانا حسن ظنه عربتي. هنا أيضا اللهم صلي وسلم عليه فيصل شلدي من الكل. هدير الشهراني تقول عز الشهراني صفاء القلب غيمة البرنامج اتفق عليه كل الجمهور نسمة أمل تنتشر بين المتسابقين لك محبين في كل مكان. الله يجعلنا حسن ظن وجمهورك معك ويبيض وجيهم. حدوني تقول عز الشهراني أشكرك جزيل الشكر على الإبداع اللي قاعد تقدمه وننتظر الإبداع الأقوى منك من القصيم الرس. الله يحييك. هذول من جمهوري عزولك وتستاهل داهم الله يطول عمرهم ليش شرف ابو سال والله مسمينا اولي قطع ابو علي عشان احلى تحيه الجيش حدوني. الله العظيم انا احترم طيب حتى العلب حق الزيت ما هي موجوده العلب اللي جايبينها جديده ما هي موجوده. عز السوم تقول لك جماهيريه كبيره في سلطنه عمال ايش فينا عمان ونحاول نتصل بحياة اول بس الخط ما يمسك وكلنا عند حسن ظنك. على راسي كلهم جميع والله اني مقدر الله يبيض وجيهم. توقع صوتك يا حسن صوتك هنا معقوله كلوها يعني ولا سلامات. ابتسام المسعود تقول نبي من عز شيلت من اول يوم انا وياك وقل الفواز على الطريق ترى الجمهور يحب جلساتك اللي تسويها الصباح. الله يسعده ويوفقه شكرا. ايه تشبعتوا قمتوا تردون الحين شكرا شكرا. لا والله ما ندري ايش نقول. شكرا عشان شكرا لا ابعلمك علشان فواز فواز الشمري ثقيل طينه اللي حطوا برايم بكره وطلعوه يبقى هنا عفوا تخيل كذا جاني شد عضلي وانا اقشر البصل والله صار عليك باي يقزر البصر جزر ماسك جزر والله العظيم بيني مسار انت جاك شد عضلي لسانك والله في كلها در كذا يمين راح يمين ايوه بيض الله وجهك تخلي قرط تمام قطر بس 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 هداني على ركب امره وانا ضيف أبيبك كما صندوق ولا على سلاح دوني على ركب الغمره وأنا بغير
أبي ما قدام الصندوق ولا على السلة هاني واحد ما هو بعشق ولا معشوق ولا يا شحانه فرقه ولا البعد عن خلاح دوني على ركب الغمر ونبغي فوق أبغي وقدام الصندوق ولا على السلة. الله الله عليكم. يلا عز عطنا شيء بصوتك. وين كتابك يا ولد الدجاج؟ يا علي 5% تفاعل يا ابو علي. الله يسامحك. خلنا بس نقطع الدجاج ذا ونتخرج منه وابشر بال كتاب اللي تبغى. امسك يا فيصل. السكين وين؟ امسك كذا. الزيت وين؟ امسك كذا. كيف مثل ويني ترى مو من عندنا، احنا ناس مره ايفنت ومنعك السوالف. فيصل فيصل يوم تكسر القزاز انت وعبد الله حطيت شماغك على الكاميرا صح؟ مسوي نفسك انها ما قدرت. ترى قطعتك الكاميرا ورا على فكره. ترى الكاميرا اللي غطيتها انت ما عليها هواء. احسب ان عليها هواء، قلت بلحق على شيء منها. غطي ولا اخر شيء براي. لكن توبه. ها توبه تكسر اشياء. ها والله توبه، ما ابي بلعاني والله. رميت من غير رامي. اي واضح والله رميت من غير رامي. انت معنا ابو سيد اخي. اي وسطكم انا. امسك امسك. دخلت ابراهيم يا اخو. قضى وقدر يا ابو. طيب يا شباب هند تقول قل فواز يكثر من فصلاته. اي فصلاته ثم يدخل ابراهيم. حجت يا الله. خل الفصلات خل والله يعني كثر فصلات ما ادري ويش. واذا دخلت ابراهيم قال ليش يدخل ابراهيم؟ ليه ليه يدخل؟ لا ايه لا ظلمتوه ظلمتوه انتم. ايه انت والله ظلمين. شبع سامي جعوني شبع ناصر الحربي. واذا ايه واذا ما فصل قالوا ايه ميت هذا طلعوه في البرنامج. يعني نصيحتك يعني ما نفصل؟ لا لا يا اخي افصل بحدود يا اخي. بس كثر فصلات ما في حل وسط. اما خلوه مرة واحدة ولا ما يقول ساكتين. لا لا ما يصلح. طيب الله يجملنا يا الله يسلمه. شكرا مره. مره انتم مره 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 كلامكم كويس. شكرا لكم والله يا رجال. والله انت لا رحمت بزمتن ولا رحمت دجاجتن. والله يا ابو سالم زي ما تقول انا مره شفت دجاجه حتى هي مقطوع راسها ومصلوخه وتقطع جلدها يطلع دم بعد زياده. احنا في معركه طاحنه. اي اما الحياه او الموت. نعم اما النصر او الموت. هذا معركة مع الدجاج وهذا مع الجزر وانا مع الفواكه اللي ما ادري هي صح ولا. تعال تعال ابو مسر. امسك لا تمسك. امسك ذا كراعها. اكراعها هيدا هي شيء. لا 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 امسك بقطع يدك من هنا من هنا. عطنا. انا اسف على التاخير والتقصير والتبرير. انا اسف على التاخير فواد. ترى والله زعل عليك فواد. والله العظيم زعل عليك. مستقصدين يا ترى. لا لا ما عليك فواد. ايوه فواد اتق الله في نفسك. يلا لازم اطلبك. سكر على طول. لا روح. ايه يقول انا اسف على التاخير والتقصير والتبرير مع عذري والتقدير عذرا حقا من نفسي ومن سواق هالتاكسي باسبابه. انا ما جيت على التوقيت من بدري ولا توقعت تجي أدري ولا أدري كيف أصلا جيت لأنك رافض الفكرة وناكر كل هالعشرة وعلى رقمي ما رديت ولا تواضعت ثم دقيت ولا توقعت رب البيت إنك جيت إنك جيت. الله 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 إيه. طبعا شفت الابداع يا محمد. وشو الابداع اللي انت سمي القصايد اللي يقولها هنا؟ اي ايش فيها كتابه؟ انا قريت مقتطفات منه. ايوه والله يا في قصايد الشاعر هذا والله العظيم ما شاء الله عليه. شاعر شاعر. اي والله ممثل من الشعار الجزيل والقليل. ما عليك زوج. الله يرضى قلبك. ايش
تستاهل ابو مسلم ربي والله الذي لاني كسرت الدجاج الديني لعبت في حسبته. طيب يا رب عز عطنا شيء بصوتك حلا على خشمي ابو سالم يا ولد ما قد بدينا الطبخه الرئيسيه خلني بس يا تراها مضغوط يا رجل والله يمديكم تكبسونها وتخلصونها خلني بس اغسل لي وجهك يلا والله اني انا العصير ما ادري انا ماشي صح ولا اكبس تعرف يا الحبيب الاطواريه حقت عبد الكريم مطلوبه ترى ايه شاك الكرسي يكسره يا ابو علي يكسره ليتني اخذته معاي صوب الديار هناك عزتي له في ها لا يرحم امك لا تقول وكر الله وكر طير يا ابوي ما من له الله العظيم خلوا راح اجيب يا عزتي لك يا كرسي يلا يا ابن قربه سمعنا ودي ارد عليه اطرب ما سمعنا الصوت ماشي اطرب ما سمعنا يا جماعه عطوه كرسي يا جماعة لا تخلونا عطوه ما هم معي أبو سعيد شلها يا أبو سعيد صوتك زين صوتي أنا ما أعرفها يا أبو عاد قبيل هو يقول شلوه كرسي شلوه ما أدري شو يقول قلت عطوه معكم بطولة كأس العالم ما أنت بصوبنا إحنا نغني فيك وأنت بصوبنا يا أبو سالم سامع عاد أنا تبي الله أبغى أسوي لك عمر أسحبك أسدمت والله أبغى أسحبك ها؟ ويت اقول لك كذا سنستحيت والله اعرف ذاك يا ابو علي احرجتني يا اخي عداني على البتال مطرف غلا رعيه يلا يا عز يا ولد تفاعل كم يا عز ها؟ تفاعل كم؟ مليون ونص مليون من مليون لا لا يجيك يجيك الخير للحين يلا حنا صبح نسولف وش نقول ها حنا سوا نغني ونسولف هذا قصيد وقت ساعتين ونص غديتوا في زيك تايم كول ودي كاشتم ولا زال شوف انت لا لا زال يتحرش طني ما وداك في داهيه لا لا داري اه واك ابراهيم لا انت تطلب الله الستر والعفو والعافيه استرنا بستره امين يلا يا حلوين ظل الله ظله ايش ذكرت الحمد لله هذه كيف ترى انتصرنا بشرك انتصرنا والناصر طيب هاي عز هنا يقول نور تقول نبي من عز شيلة النفس ما ترضى النفس ما ترضى حقت ابو مسفر ايه ابشر النفس ما ترضى الشيء المكرر اللي قد شالوه العيال لن اطلبه منهم نبغى شيء جديد شيء مكرر نو واي شيء مكرر فيه يوتيوب اسمعوه في اليوتيوب في قناة بداية شيء مكرر no way لا 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 اوكي اوكي نضرب كلها مكرر يا ابوي النفس ما ترضى النفس ما ترضى علي اني ارضيك هل انا ودي على اخوك ترضى لمده وانا حاول احاكيك والمشكله مشغول ما عاد تفضى ما عادني بزهم ولا عاد بجيك فوضى المشاعر غير عن كل فوضى خل الذي باعك يعود ويشريك
مريض نفسه يتبع انفس مرضى. مع السلامة تعرف اسلوب مغليك يلعب على فرق الردين عرضا، يلعب على فرق الردين عرضا. سلاماتك يلا عليك ابو علي. تخيل عندك مناسبة تمام، وبالنسبة هذه جاك مثلا شخص غالي مرة عليك، الشخص هذا تعبان، عطله يشرب، ترى طلب منك، ترى يبو امك مشتاق منو الجمهور مشتاق اي يخليه ينشد مشتاق من عيوني ابشره يلا عطله مشتاق خلاص صادق. ايه يا ابو علي الشخص بس دقيقه، الشخص هذا طلب منك قال يا ابو علي ابغى عصير كوكتيل تمام، وانت بتصلحه من قلب، وشلون تصلحه؟ اختبار، انا بسوي لك اختبار طريقتك عاد طريقتك. الله الله غير جاء ومشتاق لا تقول شلون. يلا يلا فيصل معي يلا والله 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 من حلو يلا مشتاق لا تقول شلون. روح انا شلونك ليش وشلونك تبعتنا الكلمات عشان احنا حفظ اللقاء لهذه الكلمات. وشلون؟ انا شفت اصلا شال شال كمل كمل صح عليك صدق يوم شاف تقول يلا لا 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 يا لا 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 يا فيصل. يلا فيصل مشتاق لا تقول وشلونك، روح انا عايش من دونك الله عليك يا واز مجنونك يا لا 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 لا. والله داري انك قاعد تنظرنا تقول يا خساره وقت الشاعر اللي قضى فيه هذه الكلمات ووقت المنشد اللي ضيع فيه، ترى احنا محافظين الناس فيه فيصل انا ما خلكم خلنا على الفطيب نحط يلا نطلبون نصدق والله يلا كمل ما صدقنا حد يطلبنا كيف حالك. الله الزبادي وين يا شباب؟ ايش جاكم؟ خلنا خلص شغله. طيب فواز الفنان مايك في النص. يا سلام ضبط مايك يا سلام تمام. ايش اسم امك؟ بنت يحيى سني في دار جليها. ايش اسم امك يا ولد؟ اسمها ام عبد الله. لا يا اخي يا اخي عادي يا اخي. اسم امي نوره بنت عبد الله بن عايض ابو مسعود القحطاني. والله ونعم. معك زود اسم الوالده جراتني كذا يعني. اسم الوالده يلا الله يخلي لك امك ان شاء الله. امين. يلا اسم الوالده يطول بعمرها. يا ابو سالم والله يا ابو سالم انك من الاشخاص اللي صراحه انا اتعلم منهم شخصيا من عمرك لا تفضل. اسم الوالده استاجر جايك. اسم الوالده اسمها جعلني في درج ليها مريم بنت يحيى. يا سلام بن الدوه الشهراني. ونعم ونعم ابو علي. اسم الوالده ملاك. وش عليك؟ شو عرفتك ابو علي قلت امي ملاك. ابو علي اسم الوالده لا تقولها يا ابو. لا لا عبد العزيز كان اسمه مريم. مريم اي ولد مريم. ابو علي اسم الوالده. ابو علي ولي الشر. ابو علي اسم الوالده وراك الراس. اسم الوالده ابو زيد. والله يطالبك ما تفتخر. خبط علي يا اخي ذا المنحل عيون اسم زمان. لا عاد عاد اسمها فاطمه بنت عبد الله. اكيد نعم. والله ونعم. والله شكك صرفت لي اسم من عندك. والله دارك صارف لي. والله انا دارك صارف لي. عطني اسم الوالده. الله ترى تزعل عليك اذا ما ذكرت اسمها. ذكرت اسمها كيف؟ لا والله مو باسمها واتحداك. اسم الوالده يا ولد. هي اصلا ترجع على اسمي. دحين تدق عليك دحين تدق. فيصل اسم الوالدة. يا ولد مريم نبي نسمع قصيدة. اعجل اعجل يا ولد مريم علينا. ويا ولد لا لا ما بقول اسمي عشان هو بس. ولا لا دائما قلت قلتها. لا عاد اسم الوالدة. لا بس ما برجع اسمي. اذكر اسم الوالدة. بشاورك. لا اشاور. بقول الناس بس ما بيسمع. ولد بقول الناس بس عزيز ما بيسمع. يا ولد عط اسم الوالدة. قد قلتها يا ابو. يا ولد اسم الوالدة يا ولد خوالك يعتزون فيها يا ولد. والله نعتزي فيها. طيب الله يجعل عمرها طويل. تدري السالفة كان اقصد الرجال. فيصل خلاص تدري السالفة. باخذ الجوال معك بعد الحلقة وادخل على تويتر بيطلع الاسم. اذا علمت محمد ومشاهدين بس. خلاص 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 فيصل بن قربع عطوني اسم امه بالكامل من اسم طعمك الى الجد السادس. والله ما حد يجيبه ان شاء الله. والله نجيبونه ان قالها الله. والله يجيبونه باذن الله. يا رجال اذكرك نجي. فواز اسم الوالده. انا ما عندي مشكله اصلا صوت السلام ذاكر مذكور كان لكن انا ماني بقايل على شيء فيصل بن قربع. ايوه انا ما عندي مشكله صراحه بس عشان عبد العزيز. والله
عشان عبد العزيز نافته. اي دخل عبد العزيز. انا عشان عبد العزيز قبيل بس. انا قلت له يا ولد مريم اطلع من المجلس. هايدي والله لي الشرف والله. اللي داري لك الشرف اجل وش. بس عشان طيب. انا قد قلت اصلا. والله لا حقيقة. يعني يقولوا لك يعني قبل عطى اسبوع ولا شيء. ما انا قد قلت اصلا بس اني ما. لا يا اخي قل يا اخي. لا خل فيصل يقول. اخوي طماط الحين يا ابو فواز الشمري يعطوني اسم امه علي الامر بسيط ترى مصادر تشتغل عندي ترى يعطونك اصلا الله والله يعطونك يا سلام عز ارحب يا الحبيب الاطوارية احفظ مطلعها يلا على فكره يقول هنا فريرتي لا حد يقطع شيلاتك يخربها ها يقولون لا حد يقطع شيلاتك ويخربها الله وش اسوي يا اخي انا قد عانيت مثلك ما انا قد طلعت فوق الشينكو بس يوم بسمع شليت زي العالم لكن عجزت انزل وبغيت انهفق على وجهي بسبه شله عرفت بغيت انهل سنوني شرد فوق شرد وبغيت اجيب شلعت سمه فوق الشينكو اشل الحال اجر الصوت طال عمرك ليه؟ يوم جيت بحول طال عمرك الا يوم هوت رجلي طال عمرك بغيت الحن بالكاميرا سنوني بغي يعرفونها على العالم العربي كله ليه؟ بغي يعرفون السوسه اللي موجوده فكني يلا هذيك الطيحه هذيك انا يا طول عمر السلامه عطني الحبيب الطورية اعمالي كلها كورال ايوه لازم مشاركه الجميع ما في عمل ذا صوله ولا واحد ظني بين دور راح في المضيف ايوه ايوه ايش انت قلبكم على الجوال ولا معي ايوه ايوه خلص السالفه جوال وربيز اقول اعمالي كلها كورال زي ما قال صالح ما في عمل صولوا لي الا المضياف بين الدور راح الباقي كلها كورال مع الشباب لازم من المشاركات الجماعيه والاخوه الوحده تلاحم نعم يا الله يا الله يا الله يعني دائما اشوف شيلاتك انا شيلات عز وشركائه كورال مشاركة ما تطلع عمل كذا شركة هي ابو صالح الشركاء المحدودة ما عليك خصم الحين علينا خصم وشو؟ لا لا يحبك اسلم ما اطلع يا الحبيب الطورية لين تجيب اوراقك ثم تصدح يا الحبيب الطورية تجري بدمي وشرياني أنت من سماك غالية في وجودك نصفي الثاني يا النساني سل جنوبية لا 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 خلاص لأني ماني حافظة والله يا أبو سالم شيخة بنت فهد ها؟ آه؟ لا بنت سالم؟ لا ها؟ جدك سالم؟ صح؟ صح؟ آه؟ أبو هجر؟ لا تك خليني أجيب حساب دعتك أبو هجر؟ أبو هجر أبو هجر؟ عرفت كيف جبتك؟ شيخة بنت فهد بن سالم أبو هجر شيخة خليني أجيب خليني أجيب بالله من هو أكيد يعرفني ذا صح؟ ها؟ وحساب جديد تو فاتح حساب خليني أشوف تم فات الحساب يعني هذا بالله عليك هذا سوى الحساب وقال والله ابشر بالسعد اي والله فاضي ذا والله فاضي تدري اللي جاب رقم بطاقة الهوية؟ لا والله كذا زود هذا اي شو وضع ذا؟ عرفت جاب الصورة ولا الصورة حط عليها قماش ما في صورة ابشرك امي ما لحقنا على الصورة الحين اعطوني اسم والدة فواز الله يطول بعمركم طبعا شيخة بنت فهد بن سالم والله يا ابو سالم والله اني ناوي اقولها لكن عشان عبد العزيز يوم طقطقت عليه شوي بس كذا يمكن قلت بيقلب علي يعني زي كذا عشان كذا والله ما قلت الاسم ولا انا قد قلته قبل ترى على الهواء يعني قد قلته على الهواء يعني والله هو نعم بامكم انت يا اخوي والله تساهل النعم حتى انت وانا اي صح اعطوني اتصلوا جيبوا لي رقم علي رقم علي او جيبوا لي رقم زوجة ابو علي او دقوا على ولد علي جيبوا لي اسم ام علي بالكامل فاطمة ام علي فاطمة بنت عبد الله ها من هي ام ابو علي قصدي ام ابو علي يا امي دقي 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 وانت تقول فاطمة عبد الله يا امي امي دوقي اسالك بالله عن شكلك كذا تقول امي زود زود والله زايد يا ترى ماما امي ها ايش تطلب منها دائما اكل والله والله اقول لك كذا في البيت ايش تطلب اكل طيب اقول لك امي ابي سريلاك
لا عندي اسم اسمه هذاك وجب وجب لين اتخيل شكل ابو علي وامه تضربه لا جعلني في ايديها والله اتخيل هو يطق مع السيف يا ولد اصعب الباب حق الحوض دول انا بس اكل بياكلها اخوك اللي جاي ضعيف الحاله ما يدري السالفه تصدم فيه منو اخوك اي واحد مخان والله محمد جاي فلت اليوم قال ما تحمى ما يجيك ما تعطينا اسم امك ترى كلنا ناكل يا رجال خذ راحتك الله عافيك امي طيب اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم ولد لا يا ولد نورا الله بيجيب العيد الحب على الرجال يا ولد اذا صح والله بقصه الحب على الرجال اذا صح والله بقصه الحب على الرجال بيجيب العيد يا عزوز فيصل الحق الرجال وقفت هذا المره السيناريو ما تلاحظون ما جاكم اتصالات فن 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 الحمد لله على انهم قالوا حدث اثنتين يا اما انهم قالوا ما شاء الله عليهم الطبخ ولا الثانيه قالوا والله انهم بيخوشون انهم ما يستاهلون رصيد حجت ولا انهم انصدموا كذا جاهم تشنج طيب يعني من الاخير انتم محتاجين اتصالات الامانه انا؟ ايه يا اخوك احنا اذا في خطا ولا شيء اني ذا الحين على اعماها واني على فكره اني اول مره نطبخ إذا المشاهدين الكرام نطلب لكن حسب الأرقام لكم حسب أرقام الظاهر لكم أما بشاشة أما بتعديل أو معلومة أكتبك بالخير حسين الفئفي طيب يا رجال والله أني أمشي كذا على عصير ما أدري هو صح ولا لا كل اللي قدامي قطعته أيوة قطع اللي قدامه كله هو اللي يعطي نظرات الاستبداد والله وأنا ما نحولك والله خذ راحتك يا فواز حول شيك كيف يتقفل مو في النهاية يا عصير سحابة التوبة نبيها بعد شوية فيصل يا عز بعدين ماني حافظ الكلمات تدري والله ماني حافظ تدري اني ما سمعت الا العمل ذا لا تدري انت اي شيء ما تحفظه او شكله يجي فجأة يجي فجأة انا ها يجي فجأة انا تدري اني ما سمعت يعني شوف شوف الخاص عندي في تويتر زايد 20 يعني اربع ولا خمس مرات تدري اني يوم دشنت العمل اني سمعته قبله مرتين ولا حتى معي كلمات اني اخبره من ايام الاستديو احاول اختي تدري ولا ما تدري ابو سالم لا وهنا وهنا يعطوك وضعية والله ما حلله كذا ما قريتها لا ها لا عارف سهران ما عندها شغل والله ما حقت ما عنده شغل لا والله من حبهم لا ما حللك ما حللك لا ما عارف حللك ما حللك ليه قل لنا ليه سلامات لا هو ايش ناس اعوذ بالله ما يقولونها من قلب عرفت والله من قلب الله يرحم والديك والله انت بيجيك شيء بيجيك الشال بلا ولد انا طلعت زبط على العين زبط على العين وغطي بالحبه حقه وتنزل النار عندك نارك والع شغال يلا حط الحبه الثانيه على واحد كله شغل على اثنين ولا ثلاثه يا لا 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 يا لا 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 طيب طيب حياتي نصفي اوه لا لا اذا مشاهدينا الكرام فاصل بسيط ونعود اليكم بحول الله وقوته الى اكمال طبخه الشباب عدنا إليكم مجدداً مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل البسيط والجميل والرائع ومع فقرة غداكم اليوم الجميلة والرائعة كعادتها مع الشباب الجميلين فيصل بن قربة فواز الشمري عبد العزيز الشهراني فيصل على وين؟ على وين؟ تغط شوي لا والله لا والله ترى بتغط ترى بنقهر ترى اذا بتغط ابنقهر انا رجال ما اصل امس والله ما بنام والله يا ويلي بروح قريب وجهي بس دقيقتين ثلاث دقائق دقيقه
يلا انا تبي يا وسام ترى بجيك ادخل عليك وينقلون الهواء عندك ترى بينقلون الهواء عندك لا والله ما يبي والله روح نعم اي عرفتك يا المنتظر يقوم روح السرداب الله يبني عز الحب يلا الحين قفلت على قدرك صح ولا لا خلاص الله يرحم والديك شوف اوراقك والدي والدي واطرب العالم على خشم يلا 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 يا ولد خزنه من علمك ها من علمك لب عينه والله اللي علمني جعله والله يسلم يا يما كانت تسمعين طول طول عمره اللي علمني والله والله يحفظك ويخليك امين والله اني مشتاق لك وعشاني انت في هالبرنامج وانا رافع راس السياره انت وابوي طول عمرك بالله من اللي علمك والله واحد المر والله ترى ولد نور يقول لك خزنه بنت فواز بريكان الشمس والله ونعم والله ونعم هذا كويس جاب الاسم كامل يا بعد حي يا حي الله الاسم هذا اللي اعطاك اياه طيب معنا اتصال ونقول الو السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا يا ام محمد يا مرحبا حياك الله الله يعافيك تفضلي عندك الشباب اما بتعديل او معلومه طيب عبد العزيز ايه يا مرحبا عنده الطبخ الرئيسية صح؟ ايه عبد العزيز انت شو سويت الحين؟ عطل وش سويت بالضبط؟ انا كشنت البصل ايوه بعدين حطيت الدجاج ممتاز صبيت فوقها الكوشنة وغطيتها بالموية تقريبا حطيت بهارات وملح وكل شيء؟ حطيت ملح بس بهارات ما حطيت لا ذكرتيني الله يذكرك بالشهادة طبعا بسيط طيب كمل يا ابو محمد بهارات ايش بعد اسلم اسلمي طيب حط عليها شوي بهارات يا عبد العزيز طيب وبعدين غطي الدجاج بالمويه زي كذا المويه طيب دقيقه بس نشوف لحظه خلي بس الباقي حتى نخرج ايوه زي كذا اي اي يا عبد العزيز خلاص طيب بس زيد عليها البهارات ايش احط بهارات الانبع على ابو واجد انا ما ادري ايش احط منها حط البهارات المشكله وين هي مشكله الان في عبد العزيز ارحبي ارحبي في عندكم ورق غار وليمون اسود كل شيء كل شيء موجود اي موجود اي كل شيء كل شيء حط 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 ثلاث حبات ورق غار في كل في كل ضغط اي في كل قدر ضغط حط ثلاث حبات ورق غار طيب مظبوط وحبتين ليمون اسود ليمون اسود ايوه اي وعود قرفه او دارسين طيب خلاص ابشري ابشري حطيت البهارات اللي هي المطحونه خلي بس مشكله اي بحط كم احط طيب من ملعقه كم حطيت من دجاجه بالقدر ما قد حطيت شيء للحين لا لا الدجاج الدجاج كم حطيت من يعني كل قدر ضغط كم في من قطعة دجاج الله الظاهر انها ثلاث طيب خلاص حط ملعقتين وسط مش كبار ولا صغار او حط ملعقة واحدة كبيرة اي طيب فك لي الضغط لا انت ابو علي الضغط ما انضغط خذ الورق والنقرق والله ميدو هيك يلا حطيت هي عبد العزيز حطيت الحين طال عمرك ورق الغار حط قرفه ايوه والقرفه حطيت عودين في كل ضغط حلو والبهارات يا طويل العمر هذه البهارات والبهارات بحط الحين ملعقه اي حط ملعقه كبيره من هي بهارات مشكله بكل قدر ضغط خلاص يا عبد العزيز بعدين قفل القدر عليهم ايوه وعلي النار
إذا طلع صوت الكاتم يعني صريتش احسب له تقريبا 20 دقيقة بعد ما يشر كل ما يطلع صوت أي بعد ما يطلع الصوت هذا حق القدر الكاتم قدر الضغط ايه مزبوط خلاص احسب له 20 دقيقة بالضبط وخلاص وقفل عليه تمام بعدين تصير غسلت الرز نقعته ايوه نقعته اي لو لا تنقعوا يا عبد العزيز اذا كان رزكم عادي ولا بشاور؟ بشاور بشاور لا خليه منقع واذا حطيته مع الدجاج خلي المويه عليه خفيفه مره يعني اقل من الاصبع ارتفاع المويه عن الرز طيب يعني اقل مويه ولا زود رز ولا كيف؟ لا لا الحين خلاص انت تبي تكتم القدر وتخليه لين يستوي الدجاج حلو؟ حلو بعدين اذا جيت خلاص تبي تحط الرز حط الرز وخلي ارتفاع المويه عن الرز اقل من مقدار الاصبع لان الرز البشاور ما يحتاج مويه كثير طيب اذا صبيت الرز في القدر ازود مويه ولا كفايه؟ على حسب مويتك يا عبد العزيز انت اذا حطيت الرز في القدر شوف مقدار المويه اذا كان ارتفاعه نص اصبع عن الرز خلاص كفايه مظبوط خلاص 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 اذا حطيت الرز قفل قدر الضغط وعلي النار اذا سمعت صوت القدر قصر عليه احسب له ربع ساعه بالضبط خلاص تنتهي ينتهي الرز اذا كنت تقول لا انا اخاف انه يصير فيه مويه او شيء خلي معاك قاروره فيها مويه ورش بعد مرور 10 دقائق تقريبا على القدر رش على نفس القدر مويه اذا على طول انسحب المويه يعني نشف بسرعه معناته الرز خلاص خلص طب اذا لا باقي المويه تنزل من على القدر معناته لسه القدر فيه مويه مظبوط يعني اول ما يشتر الضغط احسب له 20 دقيقه هذا للدجاج اي للدجاج بعدين احط الرز بعدين تحط الرز بعدين تكتمه مره ثانيه ايوه وتحسب له ربع ساعه طيب اذا كنت تقول ابغى اتاكد 10 دقائق لا لا وحط عليه مويه كذا رش على نفس القدر مويه يعني الضغط عشان يتبخر الماء ايوه اذا تبخر سريع معناته المويه خلاص نشفت والرز خلص اذا لا باقي المويه تنزل من على القدر معناته لسه حلو حلو بيض الله وجهك والله يكتب اجرك وجهك فيصل يبغى شيء بالسلطه فيصل مع السلطة جزر ولبن يحتاج يحط معها شيء ثاني زبادي طيب زبادي يحط اللي هو الروب الزبادي يحط زبادي وجزر والجزر يحط شوي فلفل اسود شوي فلفل اسود وشوي كمون وشوي كمون وشوي ملح وشوي عصير ليمون شوي طبعا ملح. لين يطلع له طعم كذا هي بالضبط نفسها سلطة الجزر بالزبادي نفسها سلطة الخيار بالزبادي ايه يعني نفس بس اهم شيء يصير له مذاق يعني اذا خلط البهارات كذا مع الجزر والزبادي يصير له طعم طيب. يعني ما تصير بدون يعني كمون وفلفل اسود وليمون مع ايوه وليمون شوي ملح طيب مزبوط خلاص وفواز فواز مع العصير هنا ما بقى فاكهه ولا خضره لو حطها في ال... عادي ما عندك مشكله يا فواز فواز وش عندك الفواكه اللي انت قطعتها كيوي ايوه وموز ممتاز ومانجا وتفاح احمر وجوافه لا بس خلاص حطهم بالخلاط يا تمام فواز تمام ما عندكم عصير برتقال صح وشي لا ما عندنا عصير برتقال ما في لا لا طيب خلاص في عصير برتقال في لا ما في موجود عصير برتقال مو برتقال في عصير برتقال طبيعي عندنا من خلاص ممتاز انا كنت عشان تستغني عن اضافه شوي مويه على الفواكه يحط مع عصير برتقال شوي تمام احط مع الفواكه عصير برتقال شوي اي شوف الحين الفواكه اللي انت قطعتها على اساس ما تلون حط عليه عصير ليمونه الفواكه هذه اللي انا مقطعها اي بعدين اذا بقى نص ساعه او ربع تقريبا على النهايه يعني لا خليه نص ساعه عشان ما تنضغطون بالوقت تمام خلاص الحين الفواكه اعصر عليه ليمون ودخله جوا الثلاجه تمام بعدين اذا خلصت شو اسمه اذا باقي نص ساعه اخلط الفواكه بالخلاط مع كاس عصير برتقال تمام
حليب وزق وزق طعمه، اذا كانت تحتاج شوي سكر زد، اذا ما تحتاج لا، على حسب الفواكه اللي عندكم، هي حامضه هي حلوه يبين طيب. انت تحتاج سكر ولا لا؟ الله يطول بعمرك، احط معاه حليب ولا ما احط؟ لا ابو علي، المقادير اللي كاتبه ما كتب معاه حليب. ما احط؟ لا. طيب شكرا 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 جزيلا، الله يطول عمرك يا أم محمد على هذا الاتصال الجميل والرائع والألماسي اللي أنقذ الشباب من مجزرة كانت كادت أن تحصل بعدما كبس الضغط على الدجاج وهو لم يبهره، فكانت المصيبة والويلات تتوالى. شغل السبيكر يا وحش. فيصل بن قربة، يا فيصل، فيصل بن قربة حالا تحضر عندي وتجيب دفتر عبد العزيز الشهراني. موجود موجود، قد جيب دفترين. جيب دفترك؟ ايه جيب دفترين. فيصل بن قربة، يا فيصل، هو وينه؟ غسل لي جزرة ثانية بالله، غسل لي جزرة ثانية. ان كان في الغرفة حط الغرفة هناك. فيصل، كل هذه بالعافية. فواز، ايش سويت الحين؟ ايش سويت؟ فين حبت فواز؟ تقول حطه في الثلاجة. اي صح، الليمون انت تطعيه. تعال 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 تحطه في الثلاجة ليه؟ تو عشان تبرد بعدين اخلطها. ما تخلط هذا الحين؟ ما ادري والله، تقول نحطه في الثلاجة، نحط عليه ليمون، خله في الثلاجة. خلاص تم تم، دام قالت ابو محمد في ادرى منه. بس اسمع، خلاص احسب لها وقت عشان يمديك تخلط وتصبها في الثلاجة. اي نعم عليك. طيب بس انا اللي الليمون وينه؟ ها؟ رجال ممكن يسدد فواتير اي يا ولد. اسمع صوت هناك، كانت كيف تقول؟ اسمع صوت هناك. هذا يجيب لي جرعه. الو فواز، ابو علي وين الليمون؟ عطنا موقفك بالطياره من ريهام السبيعي. هذا الرساله هذه من ريهام السبيعي، تقول موقف الطياره. موقف الطياره؟ اي موقفه اللي بالطياره هذا. ابو علي ايه اللخمت مثلي صح؟ اي والله. ايه وش موقف الطياره؟ طيب اشرحوا لي موقف الطياره علشان إيه انا اعطي رؤوس اقلام عشان اتذكر السالفه. نعم، كيف تقطع يا ابو علي بالله؟ قطع بس الاول، قطع بس اني ابغى ازيد عليه لانه كان اكثر شوي زبادي. والشباب كثير بعضهم ترجع. بعضهم ما قلت مو كله مو كله. اندمت اني قطعت لي. النفس ما ترضى، هي اللي انت بتدشنها ولا بتخليها مفاجأة؟ باذن الله احتمال في البرنامج. هي نفسها؟ لا لا ما هي الثانية اللي سجلتها. يا مكبر الهقوات، يا مكبر الهقوات، عمل جاهز، عمل جاهز وبتدشنها باذن الله. تمام يا مكبر الهقوات. طيب عزي مو منك يا هيف في ذمتي ذمة. أبو علي آخذ تنبيه، افتح مايك. أخذ تنبيه من مين؟ مني أنا. يلا يا هيف. أيوة في ذمتي ذمة لولا ها هي ما تنزل دموعي عليك، ما تنزل دموعي غرّك نقلة النم وانساك نومي على كوعي، وانساك نومي على كوعي، واليوم وصلي فلتشم لو كان جهنك ربوعي، لو كان جهنك ربوعي، واليوم وصلي فلتشم لو كان جهنك ربوعي، لو كان جهنك ربوعي.
عليكم. اسلم عطني من اول شيء. عطني من اول شيء. ما يبينه. من اول شيء. عشان تسجل وتضبط يعني. أمو. طيب والله دقر شوي. لا هي من هنا. والله كان صفقة. متأكد. والله أنا. طيب شوف الثاني الثاني. جاني زي الكف. أمشي بالدفتر. هدي. لا لا لا. الدفتر الثاني كله. هذا كذا. أيوة هي. رحمني هنا. لا لا. دي أنا شيد. يلا. دفتر الثاني هي والكف. لا زي خضيرة روع دقيقة واحدة دعني أجدها خلاص خلاص بيشلها علي نحفظ الحين الله الله يا سلام يا رب القيامة ياه في ذمتي ذم حالك ما تنزل دموعي عليك ما تنزل دموعي الكاذب الله يصيبه ما بكيه لو كنت موجوعي ما بكيك لو كنت موجوعي أغوك نقلة أغوك نقلة النم وانسوك نومي على كوعي وانسوك نومي على كوعي واليوم وصلي فلت شم لو كان جهنك ربوعي لو كان جهنك ربوعي يا هذا متي ذمه عليك ما تنزل دموعي أسلم غلطان مرخص بني عمه لا 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 وش عندك يا فواز؟ أنا عندي تسلم لقيت له شيلة كانوا طالبينه منه الحبيب اللي طواريه اللي طالبينه منه الله يحييك الله يسلمك يا الحبيب اللي طواريه يلا عطني يا عطني صوتك يسلم حلو ده هيا يلا حيينا يا بعد سبدي يا الحبيب اللي طواريه تجري بسمعي وشرياني الثمن سماك غالية في وجودك نصفي الثاني غيبتك ما هي بعادية طالبك لا لا تحداني والله ان روحي شقاوية لو نويت الصد بالعاني ويا النساني سل جنوبية علمي ربعي وخلاني لحبيب في مواريه كل وصف فيه رباني يا حبيب اللي طواريه الله تدري بسمعي وشرياني انت من سماك غاليه بوجودك نصفي الثاني غيبتك ما هي بعادية طالبك لا لا تحداني والله ان روحي شقاوية لو نويت الصد بالعاني آه يا النسانيس الجنوبية طيب علمي ربعي وخلاني لحبيب في مراوية كل وصف فيه رباني يا الحبيب اللي طواريا يا سلام تجري بدمي وشرياني انت من سماك غالية في وجودك نصفي الثاني في وجودك نصفي الثاني الله عطنا قصيدة يا فيصل بقربة
لا هذه شبكة ابو سالم طوع يقول خاطري شاين عقب عين النداوي الله خاطري شاين عقب عين النداوي ليت جابر ما حداني صوب بيته تددج روحي وانا قلبي هواوي وجعلوني بين علو وبين ليته علموا والله ما هد يرحم وياوي لا يهدم اللي بتفكيري بنيته المرض ما فيه غيره له يداوي والهوى لو له علاج قد خذيته الشقا مكتوب في وجهه الشقاوي والله ان اموت واكبر ما نسيته الجمال اليوسفي ما له مقاوي والنفوس اللي تشوفها مستميته الله مستميته صح لسانك ما هذا يا فيصل ما هذا يا اخي ما هذا والله جد استيقظ استيقظ لا 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 ايش يا ولد بالعاده عطى فردي لا لا والسالفه الكفر اللي ضرب عليك عجمان عجمان ايه ضرب علي انا وجمعان اسمع ايش خلطه بعد ما تنتهي يعني يعطوني السوالف يوم زايمه ولا انت زايمه بعد ما تنتهي من ابقى على الكفر مني الف مره وانا مع جمعان اي ما ادري والله ايش المناسبه وقتها اللي وين هم اي واحده فيهم ها اسمع انت عرفت متى الشهر ذا ولا لا انت تعرف مو اسلم خلاص انا السالفه يا بعد كفر اللي مع جمعان اي طيب خلني احاول اني اتذكر كفر مع جمعان يلا هي طبعا مع جمعان الزهراني صار جريات واجد هو وبعض الشباب كفر ولا يطول عمر السلامه مع كابرس 89 ولا الزبده يطول عمر السلامه ان قلت له قول جمعان عب بنزين جمعان عب بنزين جمعان عب بنزين قال لا وصلنا يا رجل ما بودينا ولا انت صاحي انت يا ابن الحلال عب بنزين كان بودينا اعرفه موتر يعرفه تمام انا وياه واحد من اخوان الله يذكره بالخير ماشي الهلال اي جينا يا طول السلام على خط ابو الخميس يوم قدح مع كوبري باحث ما لا والله طر هلا محل اقرب محطه يرجع عندنا محطه تحت الكوبري بالضبط بس انها قفلت الساعه 2:30 3 في الليل ابو الحظ النايم يشغل عود قلت اقول لك خلاها فلان وخلاها فلان وخلاها تحضر مع النزله لين وقفت عند مول عندنا اسمها الواحد سنتر قبله والله ونجيك يا طول السلام ما ادري ايش تسوي عشرنا قالوا دول اسكارا ما في امل ما يوقفوا ما في امل عشرنا للدوريه شغل السفتي ذا ويفلح حول ولا قوه ندقدق على اخويانا ندقدق ما احد انصاح حول ولا قوه جيك يا طول عمر السلام وندف ندفها والله يغفر ذنبي يا رب انها مسافه عشان ما ابالغ مره تروح السنتر مخالفي الله يغفر ذنبي انه كيلو الله او يقل شوي من 800 متر الى كيلو والله يا رجال انها دف دفع البل دف كابرس 89 حديد والله انها دف يا رجال انا وجمعان وواحد اسمه عيسى الهلالي وانا في عمر فيصل واكثر عيسى وجمعان ممكن في قدك طيب خلاص دف ندف 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 لين خلاص. وصلنا لاقرب محطه والله ما وصلت الا بيت ظهري عندي لابور وخذيت لي لاسكتين ظهر من دافع البلا ولا عرفت امسي يا ولد اعوذ بالله حديد دف بلا انت صاحي دف ندف 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 لين طلعت نفوسنا دحور هذه من ضمن السوالف اللي مع جمعه طيب. حقت بنزين هنا يبون منك بعدوا عن طريقنا ايش القصيد يا ولد ايش الابداع يا ولد بعدوا عن طريقنا جرت الفول حقنا جرت الفول فواد عطنا ذا عشان اسمع صوتي وعشان انطرب صح فواد منيب العم منيب العم منيب منيب العم منيب موجود يا منيب الله يعطيك العافية تعطنا هذا ايوه
بعيد من طريقنا بعيد من طريقنا جرت الفول حقنا والغنى والكبد لكم بعيدوا بعيدوا من طريقنا جرت الفول حقنا جرت الفول حقنا والغنى والكبد لكم بعيدوا بعدوا من طريقنا وملأتم جيوبكم وملأتم جيوبكم من تعبنا وكدنا بعدوا بعدوا من طريقنا جرت الفول حقنا جرت الفول حقنا والغنى وال كبد لكم بعيدوا بعيدوا من طريقنا سلام يا سلام صح صوتك عز أنت سألتك أنا عن الغلاية وجاوبتني صح؟ نعم قل جاوبته جاوبت والله العظيم أني جاوبت إيه هاي ذب على واحد من أخويانا وخلاص أنت حجت فيصل بن قربة أتخلص صح؟ عطوني الكرسي عطوني إياه أيه هالكرسي هالكرسي عطوني الكرسي عطوني إياه الله اللي مستعد سمعت متأشر ذا اللي هنا كلها اثنين فيصل اجلس هنا انزين صنع البيض عيال وسعوا عند ربنا تعال وتركونا وحدنا امسك الكرسي يطيح ايوه يلا حي فيصل فيصل بن قربة يا مرحبا مليون الله يبقيك ابو سعد يا هلا والله مرحبا الله يطول عمرك الله يعافيك مرحبا ومسهلا فيصل بن قربة اسم الام شيخه بنت فهد ممتاز حلو فيصل بن قربة تبلغ من العمر كم؟ ها؟ ما افرح انا قول عيال حتى عمرك تخبيك كل شيء يا اخي يا ولد اسمع عمرك عمرك لازم عمرك. لازم واحد يكون مبهم شوي لا يكون وجه والله مبهم عطني إيه. يا رجال انا شايف ولا انا صايم عرفتك اسحاق نيوتن لا والله العمر ما ما اصرح فيه طيب حلو ما يصرح بالعمر فيصل بن قربة ماني بكبير ولا لي. ماني بكبير ولا صغير لا لا صغير بس ماني جني لا صغير بس ماني كبير طيب جامعي ايه شوف شوف انت فوق 30 شيء مؤكد لا والله العظيم والله جيت ال 30 ولا حول انت شيء مؤكد 25 ولا 25 شيء مؤكد انك 22 وخلاص ولا 22 23 21 سنة والله ولا 21 بس يبلغ من عمر 21 سنة لا والله عطنا عمرك اتوقع والله اعلم انها 23 ولا 24 يبلغ طيب ابو سالم 24 سنة لا 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 تصدق الله يحفظك كان ما صرحت لك يبلغ من العمر 24 سنة مو صحيح يبلغ من العمر 24 سنة غير صحيح يلي عطيتني اسم لا والله اللي طالبك 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 من شرك الله يرحمك الله يلي عطيتني قول يلا بيض الله وجهك اقول لك حاجة اقول لك حاجة اقول لك حاجة شيء حتى الإدارة قالت لي تقرير أي شيء طالب طلبة طالب طلبة تقول أنا محمد أنا سعود طالبك أقول لهم لا أحد يعطيك عمرك تحكوا يا مساء لا أحد يعطيك عمرك طالب طالب خلاص والله ما أقرأ لا لا قول لهم قول لهم لا أحد يكتب أحد طيب يقرون كل الناس خلاص طالبك طيب استنى عليك خلاص طيب فيصل بن قربة أنت بتبيتي ما عليك طالب جامعي هذا ايه خريج خريج ما شاء الله ايه قد خريج لا لا على خلاص اخر ترم يعني خلاص انت عمره عرفنا طيب هنا طيب. لحد اكتب تخصصك ادب لغه انجليزيه يعني بتصير مدرس بكره ان شاء الله تشوف تخصصك مطلوب مروب اي والله دخلت غصب عنك ولا لا لا قناعه واتس يور نيم فيصل فيصل وشي ها؟ كلمة ثقة بالإنجليزي إيش معناها؟ من اللي قالها؟ سؤال لا 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 ما أدري ما أعرف ما أعرفها significant ولا أعرف شيء مرة؟ مرة حتى واتزرين ما أعرف وجه الله كل شيء ما أعرف أنت ثق بالإنجليزية اللي عندك؟
يا سلام ابتسم قربه ابتسم متى تعرس؟ هل الوالده لذت عليك انك تعرس؟ والله لا والله ما ادري والله يلا ها والله اني ما ادري متى يلا والله اني ما ادري خليني اقرا لك ها والله ما ادري يا ابو سالم اي والله اني ما ادري لكن الله يستر الوالده قالت لك اعرس؟ لا قالت يا ولد الشيب طلع في راسك شفت الشيب؟ اي اي والله وش تقول في الشيب اللي طلع في راسك؟ اقول من الحياه اللي كسرت راسنا شيب ومن العمر اللي نهايته فاني الله اكبر هذا توك معرست اي جل جاك عياش شو تقول؟ هل ريتني على القبر ساري؟ اي والله والله هذه حلوه ذي هل ريتني على القبر ساري؟ الله اكبر يا فعل بعتمين يا اموت يا ابو سالم يومي قبل يوم لا ان شاء الله طول عمري طيب طبعا بعد عمر طويله يعني شوف عم كيف اقول كيف قلت جعل يومي قبل يومك؟ بعد عمر طويل يعني بعد عمر نشيب وكذا انا ذا بكره كم عمرك ابو سالم؟ ها؟ كم عمرك؟ انا بدخل 25 سنه ان شاء الله ماشي طول عمري طيب فيصل من قربه سم رايك في برنامج حياتك؟ سكه بكل جديه وامانه جميل ها جميل جميل كنت تتوقع كذا برنامج حياتك او تتوقع الافضل والاجمل لا والله هو ما شاء الله افضل برنامج واقعي يا سلام مر يمكن في العالم بعد ايه يعني يعني اللي كنت تتوقع تتامل لقيته ايه سبحان الله طيب يعني في اشياء معينه بس طيب توقعتها ولا حصلت اشياء معينه بسيطه جدا طيب ما تعد لو رجع بك الزمن ايه تدخل زد رصيدك ولا حياتك؟ حياتي اجابه صادق فيها؟ نعم لو ابي زد رصيدك ما دخلت حياتك فيصل اقول لك لو رجع بك الزمن ولو ابي زد رصيدك دخلتها 6 و5 و صار رسول الله لو رجع بك الزمن قالوا لك عندك حياتك عندك زد رصيدك اختار حياتك وش تختار؟ اولا حياتك لان النسخه جديده وراح تكون اذا ان شاء الله بستمر في بصمه لنا طيب احنا مؤسسين لهالبرنامج و زي كذا يعني طيب ما تشوف ان بعدين هذه تشوف ان النسخه الاولى والجديده بانها مجازفه مجازفه إيه؟ قويه خطيره ايه على ان اول شيء نسخه اولى وجايه بعد برنامج قوي زد رصيدك ثاني شيء 24 ساعه لايف يعني مجازفه كبيره جميل لكن احنا ان شاء الله اتوقع احنا ناجحين جدا الحمد. ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله والنجاح يعتمد على مجموعة المتسابقين نعم. فقط نعم لا على اسم برنامج وابو شارب ولا على اي مكان انما متسابق ان حضر المتسابق بحق وحقيق نجح البرنامج صحيح طيب ولا قاطع واردك المتسابقين من يعني عندهم جميع الاشياء يعني ما في تخصص واحد فعلا يعني شاعر ما في كل واحد منشد ثلاث اربع الباقي على حسب اللي محامي واللي تخصص طيب يعني ما في مجال معين تحت الانشاد كلهم ولا الشعار طيب. كلهم فيصل قربة سم كم مره تهوشت بعد الدف يعني كم مره طلعت في السرداب وتهوشت والله ولا مره والله ولا اللي فوق والله لسني احب اللسلسه والله ما في ولا يا لا انا تهوشت تحت الدف اسمعني تمشي معي كذا 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 امشي معك كذا 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 صراحه تمشي كذا امشي كذا والله ما في عمرك لا لا فكني شرك راح ما والله العظيم انا قلت هوشت مع احد تحت البث يا شباب لا جد والله والله ما في الحمد لله لا تحت البث ولا على البث الحمد لله ابو مسلم ما يجينا لا تنطيق عليك زود ابو مسلم صار طبعا على البث الحمد لله ان شاء الله تعدي 90 يوم ما تهوشت مع احد انت ليش وش السبب انك تتحفظ على عمرك؟ والله ما في سبب خوف خوف من ايش؟ خوف انك تعطي عمرك الناس لا والله بس كذا يا اخي في اشخاص معينين ما بيهم يعرفون كذا اشخاص معينين؟ إيه؟ خطيبتك يعني ايش خطيبتك؟ ما خطبت اصلا والله ما خطبت انت في اشخاص معينين اكيد انها خطيبتك لا والله ما خطبت اصلا ام الزوجه لا والله لا ام الزوجه ولا خطبت ولا ماني متزوج اصلا تشيك اليوم تتهمني باشياء يمكن تخطب يا اخي لا والله ما خطبت عليك ها؟ الله يهديك قصائدك ما تجي عبث بغض النظر يعني بس طيب. ما هو بشرط كثرت قصائدك الغزل امك ما قالت بسم الله على الودي خرج زوجه 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 ما قالت كذا؟ تراها تشوفك ذا الله يرحم والديك يا خالة زوجي والله قلبه خضر زوجي أقول لك حاجة لا يعني طقطق علي يبشر والله بالشلة بيض وفج والمعونة والعين عاون جعلك سالف ما يحتاج صف منك يكفي طال عمرك طول عمرك يعني خاطب يعني لا والله ما خطبت للأمانة ما خطبت عينك على حد للأمانة ناظر هنا ناظر هنا
عينك على حد؟ لا شد أبو سامي دقيقة أنت اليوم إحنا ما بطبخ دعنا صلى الله صلى الله أمك لو قالت يا فيصل بخطب لك تقول إما أبي فلان أبي فلان والله أبي ولا لي شرف إني أناسب بقال فلان أبيهم أكيد أكيد لكل حد حديث يا آي صرح لكل حد حديث يعني معناه فيصل بن قربه لا لا عينه على عائلة معينة يبغى يوجه لهم بيجيهم بالجاه وجهاز وكلش والله والله نعاونك يا شباب الرجال يبغى يخطب ها يبغى يخطب عند حد اشياء ما داعي يعني بيريح الوضع حد طيب فيصل دقيقه فيصل بيقرب السؤال قوي رحت للوالده قلت يا يمه انا ابي من الفلان راحت الوالده شافتها قالت لا ما تصلح وش بتقول امانه اقول لا تصلح ها؟ وقلت أصلح إن شاء الله تقول تصلح؟ تصلح سمعت إيش يقول عيال؟ يقول تصلح أمانة قالت أمك يا ابني ما تصلح وأنت والله شفك في البيت شفك في مناسبهم الأصيل فهم؟ جت الوالدة مسكت قالت ما تصلح بقول يا أمها الألبوم يا عشاء بقول لا والله بقول يعني يعني اهم شيء تصلح لي انا خلاص لا 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 والله اني انزل جيب لي والله العظيم تجرني على اشياء ما تصلح طيب بتقول يا الله يرحمك بتقول بعد الوالده لا والله بقول ابشر يا ام اللي تبي ما تصلح ما تصلح 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 ما على كيفك خلاص المندس يا سلام والله اكيد هو واضح انه خطب وخلص والله العظيم والله والله اني ما خطبت يا رجال ايش جاكم علي فيصل بن قرباه صرح بأن طيب من الجماعة والله يا ولد والله العظيم خطأت إجاك لا العينك العين لا 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 ما علي على أحد مرة أبشر طيب الله جميل أنت على كرسي الدراب طيب كروش ديو زار فيصل بن قربه بعد 5 سنين يا عيال هد والله يرحم أم أمكم ما جات الإزعاج اليوم قد الأسئلة الدوائية ما أدري شو اسمه فيصل فيصل بن قربه بعد 5 سنين وش أشوفه والله يا أبو سالم إن شاء الله اللي يعني مستقبل مشرق كيف مستقبل المشرق الجاهر وش فيه ما في شيء يسلم والله إني ما أدري بعد 5 سنوات ما أدري حييه خل عينك أنا إيه طيب لكن انا ما ادري العام ما ادري ايش كنت بكون هالسنه طيب ولا اتوقع اني اصلا ادخل برنامج حياتك او برنامج واقعي جميل فيصل بن قربه كذا ما اقدر احكم على نفسي 5 سنوات سم اتمنى يعني كل شيء من الله حياه الله اتمنى يجيك اول مولود ولد ولا بنت والله انا امانه والله انها عادي والله لا يعني اللي قلبك شفت والله انها عادي ولد ولا بنت والله العظيم انها ما تفرق معي ان جاك بنت ايش بتسميها شيخه شيخه نعم ان جاك ولد مسفر على طول انت نظام كوبي بس حق واجب ها حق واجب يا ابو اخوانك ما سموا الا سموا يا بتبلش لا يا كل واحد هو انا من ابوي ابوي يقول لا تسموا سالم خلاص كفي لا والله لازم اسلم هو يقول لا تسميه وجوز امي تقول تسميه طيب كثروا 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 طيب طيب ايش يعني كم شيخ امانه امانه كم شيخ ما شاء الله الحين صار والله اني تقع 2 له ايوه 2 وكم مسفر كم هذه مسفر واجد كم الله فهد عارف فادي ومحمد أربعة إن شاء الله منك كإنجاز والله خمسة كإنجاز خمسة ما شاء الله 4 يلعبون بلوت واحد يسجل إن شاء الله تبارك الرحمن أجل لا بجد يعني أي والله خمسة يا إخواني طيب أبوك ما قال خلاص قفلوا خلاص يعني خمسة وإخوانك وإخوانك الكبار وكفوا ووفوا والله طول بعمارهم إلا والله قال لكن شيء في النفس يعني في الخاطر طيب انحلف ايش بتسوي؟ انحلف من بتسمي؟ من الاسم الثاني في بالك؟ انحلف انا ها؟ بسمي اول واحد مسفر ثاني اسم مو هو من حقي اجي اسمي انا طيب المرأة ما لها حق تسمي انا قلت مو من حقي اسمي انا اعطيها يعني تعطيها المجال اعطيها اكيد طيب ان جاها بنت تعطيها المجال ولا تقول بسميها شيخة؟ ولد اول ومولود ولد وبنت اذا ولد مسفر واذا بنت شيخة لا انا اقول جاك ولد سميته مسفر حلو بعدين جاك جاتك بنت بتسميها شيخه شيخ بعدين دورك على كيفك انت لا لا مو على كيف يا ابو سالم هذه صح صح انت بنت لا تشوش يا طال والدين طيب جميل فيصل قربه شرفتني طال عمرك في كرسي الاعتراف كان جميل جدا واشكرك وبيض الله وجهك الله يجزاك خير وطول عمرك وما قصرت هديتني على شيء ما بي هداني على اروح اقوم خلاص سلام خلاص خلاص
بذا ولا وخر. يا خاطب انت لا خلاص خلاص والله خطب والله العظيم ايش جاك مني يا ابو شاب يا عز 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 كبسك بس عشان تروح كرسي اعتراف يا انا حبي اقول حط رزك واعجل علي يلا خذ فواز خذ فواز عبد العزيز بشوش خذ فواز فواز يلا جاهز جاهز وجاهز حط يلا يلا فواز تعال طيب حط القدر الثاني يا الحبيب اللي طارية تجري يبدأ ايوه الشبية تعال ارجع طيب وين هذيك حكاية ها بعد تريد ايه عدت هذا عدت القرآن فواز الشمري انا قد سألتك وكنت معي في كرسي اعتراف لو رجع بك الزمن تدخل حياتك او زد اصدق حياتك هذه مثالية يعني لو شلون يعني قصدك لو رجع بي الزمن اول اكيد بدخل زد رصيدك يعني لانه ما ادري وش اختياراته بمشي على نفس اختيارات عطوك برنامج حياتك كأول برنامج واقعي من نوعه وقوي وكذا وعطوك زد رصيدك وخيروك بين برنامجين تختار اللي كان له جيل قديم وكان له يعني على ما قلت تسلسل في الاصدارات انا طلعت من زد رصيدك 4 تطلع البرنامج الجديد عم اقول لك انا طلعت من زد رصيدك 4 الحمد لله خير جميل بس ما قدمت لا على 5 ولا على 6 جيت حياتك اخترت حياتك جيت حياتك ايه اقتنعت بحياتك نعم اقتنعت فيه جدا والحمد لله والله يا اخي هذا خيره من الله وش كان اكثر شيء مخوفك في حياتك لا تعطيني مثاليه ترى مثاليه اقومك بالكرسي مباشره فواز اعذرني يا سمحت ايش مثاليه والله ما اعرفها يعني يمكن لو اول ايام وكذا يعني ما حلو. الحين مثاليه لا والله طبيشتي وش يعني اكثر شيء وش الشيء اللي كنت خايف منه يا اخي اني تعرف الجو هذا اللي ما اطلع ما اروح هذا اللي كنت خايف منه اني ما تاقلم والحمد لله تاقلمت اي والله يا رب لك الحمد كنت خايف من عدم التاقلم اي والله من عدم التاقلم من حيث انها ما اطلع ما اروح يا اخي اختطفت حريتي اول ما اعلنوا المجموعه الكامله البرنامج حياتك من الناس اللي تشوف انهم قويين اللي تحسب حسابهم كمنافسه شوف كمنافسه يا اخي يمكن والله لو اننا خاشين برنامج كوره وما كوره منافسه كمنافسه دوري. على الاول يا حبيبي ما اتكلم انا على الاول عن الاول بقول لك الصدق إيه؟ علشان إيه؟ انا والله اني اجتهد وذاكر والشباب كلهم يجتهدون لكن المركز الاول انا مكتوب مقدر وانا رجال ابتعب واشد حيل اني اوصل يعني للمركز الاول يوم شفت 20 متسابق اي نعم انا اقواهم لا والله انا ما اجي الا من بعدهم والله لا ابدان معناها خلاص انت تشوف في ناس قويين لا احنا شو هذه مثاليه ترى انها مثاليه بام عينها كيف مثاليه ابو انا اقصد انت نقضت انت لا ما تنقضت انا جاي للمركز الاول وان شاء الله باذن الله اذا عادي خذ راحتك اذا به خير فالله يقربه واذا به شر واذا به خير وخيرتي فالله يقربه لا تلف الدور عطني انت اسماك تحط في راسك كمنافسه ما لها دخل في اسماء الاشخاص كمنافسه يعني وجهه نظرك انت وجهه نظرك تقول والله فلان والله شو احس عندهم معلومات احس ان هذا والله كذا احس كذا دراسه انت اكيد انا يوم شفت متسابقين معي في زد رصيدك يا اخي حسبت كل واحد دخلت حسابات ذا شفت من اللي معي شفت من هذا وش قوه هذا وش اللي يكمن في هذا شيء طبيعي انت من اللي شفت ها شف عشان ما تقول مثاليه والله العظيم اني ما فكرت التفكير ذا ما فكرت التفكير ابد والله ابد جاي هنا والله العظيم اني عايش وش اسوي يا اخي انا انت اقوى واحد في حياتك لا وشلون اقوى واحد في حياتك هذا مو كل شخص هنا فينا عنده نقطة قوة إيه؟ مثلا اللي عند فيصل ما هو بعندي واللي عند عبد العزيز ما هو بعندي هاتك مهمني خلنا نتكلم عن انت تقول انه انت اقوى واحد في حياتك اقوى واحد من اي ناحية يعني معلوماتيا انا اقول لك اشخاص خل الشخصية خل انا اتكلم عندك مسابقة هنا عندك برايم يطلع الرجيل من تشوف الثابت في البرايم انا اتكلم هنا خل الاشخاص الثابت في برايم اللي قدر لها الله ويسر لها الاسئله اللي انا كامس مثلا ابراهيم كانت معظم الاسئله جت من اللي انا ذكرته في ابراهيمات اول والله انها تجي اسئله وانا مذاكر ما اعرف احلها
ارزاق اقول لك ارزاق وقسمت اي هذه من عند الله والله ترى كاتب كل شيء وحنا اللي نسعى له والله نسعى له ان نجمل بهالمنافسه باقي 25 يوم اي نعم على انتهاء برنامج حياتك نعم هل بانت معالم من صاحب المركز الاول بالنسبه لكم يا متسابقين انا بان احنا عندنا بانت من اخر الشهر اخر الشهر اقعدوا انتم يا والله بانت والله درينا بدر علي خذ الاول واضح الفارق فارق جدا فارق شاسع يعني. جدا انت بتحسب كيف عندكم ما نشوف تفسيرك فواز عطي الاول يا اخي هي لها ترى حسبه بعد مع غير حسبه الطريمات والله العظيم من الاول باين ها لا تحلف ها تعرف الاول مين انا اتوقع عندي دراسه انا صدق انت تتوقع يا محمد ليش قمت تلف ليش قمت تلف الدور تتوتر عطي الاول ما توترت الاول ان شاء الله من يسعاله حلو من المنافس معك والله اللي بيسمعك والله العظيم شوف والله يا محمد اسمع انا والله لاني اقول لك الصدق والله قايم والله واطبخ والحمد لله برنامج واقع يمكن لو اول الايام تقول هذا الشخص واكون والله العظيم ان هذا اللي بقلبه اني لاني بسوي فيها مثالي ولا بلف ولا بدون لا انت ما انت مثالي اعرفك انا زين اي والله يا ابو حميد واني مرتاح معك والله والحمد لله لكن ان الاول وملول يا ولد والله يمكن يجيك شخص مره ما تحسب حساب تلقاها الاول كذا مقدر له ما مقدر له راح هذا يصير طب صح بسم الله انت يا رجال اسمع اول شيء هذا اللي يصير وش التنبؤ يا ابو علي اساس الله انت منافس اسمعني انت منافس شرس كحسب توجهي وتوقعاتي منافس شرس جدا على المراكز الثلاث الاولى لكن اجابتك ما اقنعتني ابدا فيها من المثاليه شيء كثير ما في مثاليه خليك بسرعه لا فيها مثاليه فيها تناقض وفيها مثاليه لا والله ما ادري وجهه نظرك إيه؟ انا والله ما اسعى بقول لك الصدق ما في احد كامل او تحفظ والله رجعت لا ما هو بتحفظ والله ما ابي اقول كلمه واوعد لا توعد ولا انا اقول منافسك. انا منافس فواز الشمري يرجع في تقرير كامل في تقرير كامل عني قايل لهم جاي انا للمركز الاول طيب من منافسك يا منافسي كل رجل سيسعى وبيجتهد هذا منافس كلهم فيصل منافس ابو سعيد منافس هذا اللي بيه انا كل بس في عيال راقدين يا اخي صح ولا يا رجل ما دقيقه راقد ما هو راقد هذا ابدا ما هو مقياس احنا بمنافسه كيف كل مقياس؟ شخص منافس للثاني في خصم يا حبيبي برضو كل اللي موجودين وجدوا لاحقيه المنافسه يا اخي يكفي يا فواز اذا جاتك قوه مثلا لا سمح الله قوه وتعرفون هذا القوه مثلا يجيب العيد في قوته صح ولا لا بدون ذكر اسمه يجيب العيد بقوته تدري ان هذا بيطيحك في الرصيد صح ولا لا ما تتمنى ليش خلاص هذا انت تقول هذا بعيد عن المنافسه بعيد انه ياخذ ثلاث مراكز الاولى وين المنافس طيب وين القوه من هو القوي تشوف انت طلع لي يا اخي اعطني اسماء قويه والله كل لا 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 مو بتحفظ يا اخي صدق يا اخي انا احس انها لو بقعد اجاوب دقيقه لا 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 للامان لا 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 والله العظيم اني ان كان بالكلمه شيء ثابت والله لا اقولها لكن كل الرجال اللي موجودين هنا رجال جايين ينافسون جايين يسعون وانا والله اني ما اجي من بعدهم ولكني انا اسعى للمركز الاول عشان ينافس وانا ما ادري ما ادري ما ادري والله والله مره يعني لا نقعد نشوف ونقول هذا كذا هذا كذا هذا برا ما تدري يا اخي يمكن يفتح لك كذا صفحتين ثلاث صفحات وهي اللي تجي والله يرجع لاني ادخل بعض الاختبارات اني اذاكر اشياء معينه وانها تجيني في اختبار توفيق من الله هذه توفيق من الله تيسير فما ندري ايش يصير وفيصل بن قربه الله يوفقه ويوفق ابو سعيد طيب جميل اكرر انت اما بوجه نظر اما تحتفظ وما تبي تدخل في مجال التصريح من هم المنافسين ومن هم ما تبغى ترمي الاوراق يعني كلها لا والله يعني انت شايف المنافسين عارفهم يا فواز لكن ما تبي تصرح فيهم لا والله عرفت وانت اكرر انت منافس شرس يا حبيبي ومنافس قوي جدا الله يسعدك يا محمد عرفت ومو بشرط اللي يدخل برايم تراه انه مو منافس ليش ما سالت اذا السؤال تسال لي اشد ما لها داعي يلا يعطيك العافيه ما قصرت يا الله وجهك يا متحفظ وجهك يا ابتعد ابتعد انت الان صرت مثالي لا والله شوف يوم قبل الحين راحت مثاليه منك والله يا ابو احمد والله ترى برنامجنا 24 ساعه والناس يعني متابعتنا من اموالي لين الحين جميل. والله اني عارفة ان فواز وش وعارفة ان فيصل وعارفة وما حد ترى انت قد جربت التجربه هذه
ما حد يقدر يسوي لي فيها على الجمهور. احنا كنا نصرح يوم قبلها بشهر كنا بندر خلاص خذها بندر يا اخي عادي نصرح ترى عنده علي خذها الاول يا شباب. كنت واثق ان بندر بياخذها والله العظيم حاسبين حساب درينا ان بندر علي. يا اخي احنا نشوف والله احنا نشوف حتى في الواقع نشوف ان بندر علي يحضر الفقرات اذا احنا نشوف هنا يبين يا رجل صح ولا لا يبين الرجل. انا بقول لك بامانه والله اني احضر الفقرات هذه اني جاي ابي استفي وان لو عندي شيء ولا شيء ما حضرت. هذا مو مقياس يدل اني انا منافس ولا ماني منافس. كنت ما قلت لك حتى سير ابو علي احنا المتسابقين من نص برنامج زد رصيدك عرفنا بندر علي خذ الاول. انت موضوع خلاص انت موضوع بين والله بين. طيب انت الحين معقول ما وضحت عبد العزيز الشراني يا ابو علي يا خلي لا تقول لي يا ابو علي يا اخي يا ابو علي والله لا هي مثلي ولا شيء ان كل اللي موجودين. سؤال سريع انت منين من حايل؟ انا من حفر الباطن. من حفر الباطن؟ اي نعم. وساكن حفر الباطن؟ لا ساكن في الرياض. انت من حفر الباطن؟ عايش في الرياض. عايش في الرياض. العيش كله في الرياض. عيشتي كلها في الرياض. كلها في الرياض. من اي حي في الرياض؟ حي الخليج. الخليج؟ شرق الرياض. شرق الرياض. ليش تخاف؟ ما بخاف ان الحي ما معروف. سهل يا معلم. شارع ودوار. ولد تم التنمية حفر الباطن اسمعني مسقط الرأس الرياض لا مسقط الرأس حفر الباطن حفر الباطن بس المنشأة العيشة وهذا بروحي هلا يا بنت بن عمر هلا بالطارية اللي دايم يهديني يسراج ربيت بها وهي عزاد ديار وضمت الضمر ملاذ الضعيف وجمرة للغيظ وهجة فلا يا نجمة بين النجوم بدرها سمر تسمى التمنية نبتة الخزم ولف ديباج. سلام سلامك وضح الديرة عرفت الشي؟ لا أفا يا أبو يقول تسمى التمنية تمني أدير في تمني طالعك ما عليك سوء ونعم الدار الله يطول عمرك جيتها ولا بعد لا ما جيتها كنت جيتها ما جيتها جيت الحبلة إيه القرى إيه ها قريبة من بالله. طيب عبد العزيز الشراني تبغ من عمرك كم؟ ظني جدي عبد الله يشوفني ذا الحين فأقول سلام يا جد عبد الله كيف حالك طول عمره الله يطول بعمره يعطيه الصحة والعافية جعلني في ذاك يا جد إن كانك تشوفني ذا أكيد إن على التلفزيون ذا الحين جلس. طيب عبد العزيز أسلم ورضاوة جدك أسلم كم تبلغ من العمر؟ ماني أبغى أصرح عودنا فيها ماني أبغى أصرح بعمري 22 سنة ما كذا ما أحب عندي خصوصية عندك خصوصية؟ نعم 21 سنة؟ لا عندي خصوصية 21 سنة عمري 22 طال عمرك 22 سنة دخلت نص الشهر طيب يبلغ من العمر عبد العزيز الشهراني 22 سنة عبد العزيز الشهراني طالب جامعي طالب جامعي في جامعة الملك خالد صح نعم اي تخصص تخصص اعلام واتصال علاقات عامة اتصال استراتيجي تخرجت ولا باقي لا باقي لي ترم وتطبيق وان شاء الله بتخرج الوالدة زعلت عليك يوم دخلت برنامج حياتك وانت عندك تطبيق خلني اكمل سؤالي نعم يا معلمة الوالدة ان عندك برنامج حياتك وانت عندك تطبيق واخر سنة واخر ترم وش قالت لك بيني وبينك طبيعة الحال الأباء والأمهات ترى حريصين على الدراسة أكثر من أي شيء ثاني أهم شيء دراستك ألزها والله يحفظ أول ما جتني التقديم على برنامج حياتك علمت أمي تكلموني وكذا ومدري كيف عشان خلاص أنا بشارك كانت في الصالة عرفت كانت أقول أفلح وقعد أيوه فيش اللي بشارك ثم أطلع التلفزيون قالت لا خلنا بالهادرة وخلك في دراسة قلت أبشر طبعا رحت عند أبوي في المقلب أيوة سلام يا أبا كيف حالك طيب أبوي الله لا يهينك أبغى يعني كلموني عشان برنامج وأبغى أروح معهم أبوك حسب رحلة إيه قال إيش اللي برنامج قلت قناة بداية قال أقول أمس
ايه طال عمرك كلموني والله شفاء سامي الجعولي وكذا خلني ايوه اروح اطلع التلفزيون وقال دراستك اولى ما عاد فيها مجال قال اقول ما عاد فيها مجال عين خير تبشر طال عمرك مريت امي في الصاله قالت اقول لك تعال تعال ترح بيما قالت اقول لك يا ولدي الحياه فرص ايوه فيه مقدم قد جاء قدم مع رجل اعمال على النص لا قلت اسلمي قالت انه يجي رجل الاعمال لا ساله قال كان في رصيدك فانه يجي رجل الاعمال وانه يطلع شيك وانه يكتب اعطاه شيك فاضي قال المبلغ اللي في راسك اكتبه على الشيك قال لا ما ادري كيما كان المقدم ما اكتب هجاي طول عمر السلامه قال رجل الاعمال له انك كتبت المبلغ اللي في بالك لو شيك مفتوح اعطيتك اياه حلفوا بالله المقدم ظن انه انفصل قد يبيع خضار فشاهد قالت اقول لك في الحياه فرص لو انه كتب الشيك ذا كان قد افلح مع العرب وكان قد رزق ربي وكان قد مع دراهم فالحياه فرص يا ولدي افلح رب الله انه ييسر امرك الله يطول بك على طول لان ايش الامهات غالبا اول ما تجي القرار الاول عندها بعدين كذا ايه تغير رايها بسرعه على طول لان القرار الاول نابع من مشاعرها ايه على طول طيب استريح خلني امثل يا الله وجه شمه شكرا جعلني في دارك ليش والوالد سحبت عليه عاد عليش بابوي السلام عليك واني اطلع استرح. والله جاء اليوم الثاني طلع السلام الا جاني ابوي قال اقول لك وضع الدراسه حقتك قلت شوف وضع الدراسه كذا 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 الحمد لله ماشي على الخطه صح خذيت صيفيات خذيت كذا وضعي في الدراسه تماما بسالك سؤال في دراستك شاهد الحمد لله انا مسك سوالف وافقوا بس خلني اخذ خلينا نشوف ام عبد الله تشوف ولدها ممتاز في الدراسه ولا ايش معنى وش معنى الاتصال الاستراتيجي اتصال استراتيجي يعني يكون عندك فكر وتكون انسان ملهم يا اخي اقسم بالله العظيم هذا في مجالك في تخصصك اتصال استراتيجي يعني هو معناه علاقات عامه تنسيق مؤتمرات حفلات علاقات عامه زي ما تقول يعني مثلا زي احمد بلطيا ايه عرفت أيوه؟ علاقات عامه يتواصل مع الكل وما ادري كيف عرفت زي كذا هذا استراتيجي الحمد لله وافقت امي وافق ابويا وسبب توفيقي في هذا البرنامج رضاهم طيب يعني الان صار استراتيجي هل هو شيء مخطط له ولا علاقات عامه بس دق الجوال وارفعه لا كيف يعني شيء ترتب له شيء مخطط تعطيهم اياه وتتواصل معهم فيه هذا اتصال استراتيجي أم اتصال عام بس ارفع السماعة عندي لكم شيء ابي تجون وروح ولا تقدم لهم شيء لا يا رجل دراسة حتى كيف انك تخاطب كيف لغة الجسد يعني وش يعني فيها عشوائية لا ابدا ما فيها عشوائية دراسة يا رجل اسمها استراتيجية وش معنى استراتيجية وش معنى استراتيجية كلمة استراتيجية ما يعني خطة هو يعني ممكن زي الخطة هو منهج اي منهج ايه شاهد انها العلاقات العامه انك كيف انك تكون اجتماعي هنا يعني كيف انك تكون اجتماعي عرفت كيف انك يعني مثلا لو تشوف بعض الشركات او كذا ايش علاقات عامه واعلام اي فهم اللي يتواصلون كيف تكون نبره صوتك كيف تكون حركات يدك كيف تكون مبتسم كيف تكون تتقبل ما تزعل مو ما تزعل مره يعني ما تنفعل ما تكون ردات فعلك يعني هادي تصرف ايوه دراسة ذي درسناها وكثير عبد العزيز ايش اقول اقول ما اشرح معدلك في الجامعة المعدل في الجامعة في موين الربع الحمد لله طيب ابو عبد الله جهز الباسورد ورقم الجامعة والباسورد عشان تدخل على سجل الاكاديمي طيب يا حلال والله تشوف طيب لان شكله كم مره قلت للوالده اني ماخذ اي بلس وانت ماخذ دال يلا عاد كم ماده يلا قل كم مره قلت لاهلك دال وانت ماخذ اي بلس عشان تموع عليهم يا الله عشان يعصبوا عليك عشان تاخذ اذا يلا كم مره امانه كيف كم مره كم مره لا والله صراحه انا النسبه اللي تنزل لي في الذين اروح بس كيف حركت الاوكي النسبه اللي تنزل والدرجه والله افتح لهم ذا واقول هذه كم مره حملت ماده وما علمت احد والله شفت يا اخي ان السؤال هذا يا اخي لكن اسمع تبغى الصدق الحمد لله الى الحين عندنا عيال بيقوموا بتاعته
خلاص عيالي طفونا عيالي طفونا تعال ايوه عبد العزيز هذا طافي وهذاك هذا باقي طفي باقي لا يا فواز ايش فيك انت خلاص اي خلاص خلاص يا عز لا طفي على هذا طفي بس خلاص طفيت طفيت كلها طفيت كلها كلها خلاص عود ولله الحمد وليد الغدا جاهز كم مرة الغدا جاهز حملت مادة وما علمت لا أمك ولا أبوك إلى الحين ولله الحمد من يوم بدأت الجامعة إلى الحين ما قد حملت مادة لسني أحب اللسلسة والله ما قد حملت مادة من يوم دخلت الجامعة ما شاء الله إلى الحين تبارك الرحمن الحمد لله كم مرة جيت على شفا حفرة من النار على أنك تحمل مادة والله الترم ذا اللي راح إني بغيت أجيب فيه العيد خلاص اللي خلاص هل كان هوجاس بحياتك يا ايه كنت كذا عرفت ما ادري كيف بتقبل خلص بسرعه صفر اول ماده اني بحملها كذا بس الحمد لله دار بلس يعني والله اني يا دكتور انا في وجه الله انت شوف صادق رحت عندها وما بقيت في حيله لكن الحمد لله تلقى لو حملتها وعلمتها لك بيقولوا ما في برنامج لا عادي ما من ناحيه يا اخي ترى الحمل او ذا مو مقياس فشل هو اول شيء مو نقدر اول شيء ممكن الدكتور ما يقدر ممكن ايش المادة صعبة ممكن في هالمادة ممكنك ما حضرت ممكنك ما استوعبت ممكن الاختبار صعب يعني خذ جميع القياسات يا سلام في دراسة يقولون اللي تقديرهم جيد خلاص هم اكفأ في الوظائف وذي ايش بك رقدت من لا لا اسلم اسلم لا والله قام يتفاوض رقد عنا كلنا طيب خلنا نجيب كرسي جيب خلنا ما يحتاج خلنا خلصنا عنا عرفت يقولون في دراسة ها اللي تقديره جيد في الوظائف أكفأ من اللي تقديرهم مو عشان ما أنا أسألك نفسي ولا شيء ولا أقول والله تقدير جيد هذا تسليك إن لا والله لا والله واضح إن معدلك إنهم في الحضور لا والله لا والله إنها كويسة إذا مشاهدينا الكرام فيصل بن قربة عبد العزيز الشهراني فواز الشمري مع وجبتهم مضغوط دجاج سووها على قدرين وايضا قدموا لنا سلطه الجزر صح نعم سلطه جزر وعصير كوكتيل سووه ما شاء الله في خلاطه السيف جاليري ابو علي كيف الخلاطه ما شاء الله السيف جاليري هذا ما يحتاج ما شاء الله هذه اديسون ولا ما اديسون ها اديسون هذه أديسون؟ إيه طبعاً الآن الشباب شطبوا على طبختهم وانتهت الطبخة في وقتها والآن بيغرفون لنا الأكلة بس طول عمرك بس والله مالي فيه الحين والله مفضل والله مالي فيه إيه باخذي بس يا شي بسيط جاهز السلطة إذن وانت يا مشاهدينا الكرام نصل نحن وإياكم إلى 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 أصبر إلى إلى وين يا درب العنا إلى وين إلى إذا مشاهدينا الكرام فيصل بن قربة عبد العزيز الشهراني فواز الشمري في يوم 65 من برنامج حياتك وصلوا إلى نهاية التايمر ونقول ننتقل نحن وإياكم بعد الفاصل إلى تقييم الشيف أبو علي ونشوف نسبته من 100% عطنا صحن نحضر في حياتك حبنا نشغ السعادة والنجاح يدوم مرايا شعارة والمحبة خيتها وغلا وتادة في حياتك نرسمها بأحلى عبارة في حياتك نرسمها بأحلى عبارة
الكتاب عندك، هذا الكتاب عندك. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد انتهاء طبخة الشباب وانتهاء التايمر 120 دقيقة مع عبد العزيز الشهراني، فيصل بن قربة، فواز الشمري، أبو علي جرب الوجبة وشاف المطبخ، وننتقل إلى طاولة النقاش ونشوف وش حصل. لكن قبل لا ننتقل إلى طاولة النقاش، مثل ما شفنا الفاصل قبل شوي، يا سفير تعال يا سفير تعال اقعد هنا. مثل ما شفنا قبل شوي كان فاصل جميل لوقف البركة، ووقف البركة خلاص يعني بحول الله أنه على وشك، وإن شاء الله أنه ينتهي بأقرب وقت. معنا سفير وقف البركة في برنامج حياتك، السفير داخل المنتجع عبد العزيز الشهراني. تفضل عبد العزيز. الله يدين فضلك يطول عمرك. أقول الله الله بالوقف تكفو، ما عاد إلا الشيء القليل يعني. الحمد لله أنا راح الكثير وما بقي إلا حاجة بسيطة، يعني تقريبا انها 22% النسبة. نعم. اللي باقي واهل الخير وجمهور بداية سووا من اول في زد رصيدك، سووا وقفين في برنامج واحد في ثلاثة شهور او اربع شهور. ثلاثة مع زد فرصتك مدري ايش زد فرصتك بدأ بعد زد رصيدك. المهم احنا في ثلاثة شهور حتى وقفين يعني، فجمهور بداية فعلا واهل الخير بشكل عام مو هم بعاجزين انهم عن النسبة هذه 22%. فبإذن الله بإذن الله بإذن الله إن يجينا الخبر قريبا جدا خلال الأسبوع هذا إن شاء الله، ولا في أقرب وقت إنه تم اكتمال الوقف. وأسأل الله أن الله يكتب أجر كل واحد تبرع في هذا الوقف، وإن يجعل القرآن هذا شفيع له، وإن يجعل أجر له دائم في الدنيا والآخرة. وأنا صراحة الحمد لله كسبت من البرنامج هذا شيء دنيوي وفي الآخرة نحمد الله ونشكره. من ناحية الوقف إذا جاك واحد وقال ترى تبرعت، والحمد لله قد وصلت درعي ووصل درع الوالدة وبير، يعني الحمد لله شيء لك في الدنيا والآخرة، يعني شيء باقي وأجر. فهذا شيء قسم بيت الله إنه يثلج الصدر، يعني ما دخلت عشان بس دنيا هنا، خليت دنيا ودي الحمد لله ونشكره. فالله يبيض وجيهم بإذن الله أنه يكتمل قريب. أتمنى أن وقفك يكتمل، تتمنى الوقفة بركة يكتمل في فترة رئاستك؟ والله شوف أنا قلت من أول قلت أتمنى وما أتمنى. ليش؟ إيش معنى؟ أتمنى أنه يكتمل عشان إيش مفرح الناس واللي ينتظرون هذا الوقف وأهل الجمعية بشكل عام. أهل المضيلف؟ أهل المضيلف كلهم. وأتمنى إيش أنه ما يكتمل، أبغى أخويانا كلهم اللي في البرنامج يأخذون سفارة الوقف، وكل واحد يعني يكون له يد ويكون مشارك في هذا الوقف. حتى لو ما نفضي بالكلمة بالكلمة برضه. فيصل بن قربة وقف البركة. وقف البركة طال عمرك. قصيدة ما شاء الله. قصيدك وينها؟ وسيد كف ووفى بالكلام. وين قصيدك؟ وقصيدي إن شاء الله بيجي في الوقف البركة إذا جيت سفير إن شاء الله. وقف البركة طال عمرك. أنت سفير بلية. نعم. كلكم سفراء. صحيح. ولا يعني اقصد سفير سفير رسمي قاعد حشره. لا سفير رسمي اذا لبست هذا يعني الجاكيت او ستيري هذه ذاك اليوم يحق لك ابدا. ابو سعيد بلبسك اياها. لا بلبسها طال عمرك من التصويت وفعل الجمهور، اما احد يلبسني اياها ما ابغى. لا كل واحد ينفذ مدراعه. يا ابو سعيد ابو سالم وابو سعيد دراعك الايمن. ابو سعيد ما يحتاج وافي ومحسن ظفر، لكن والله اني ما اعطيك ستيري. والله انك ما تشلها. ابى اشلها يوم لا حلها وما شلها دفع وافي. لا تشلها ان شاء الله من جمهورك اللي وراك. دخل حرب يا ابو سعيد. لا والله بس كذا اسلم. جمهورك اللي وراك ان شاء الله بيجيبك. اي والله ما هم قصرين وبيض الله وجيههم. يلا عطنا عن وقف بركه. وقف البركة تكلمنا فيه كثير يا أبو سالم ومهما قلنا 22% باقي ما أوفينا حق 22%. أنا ضامن يعني قبل نهاية البرنامج ب 15 يوم أضمن لكم أنها انتهى 15 يوم. كم باقي على البرنامج كم الحين؟ خلاص 25 يوم يا أخي. في 10 في ضغون 10 أيام إن شاء الله منتهي بإذن الله، لأن الصدقة تطفي غضب الرب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طيبوا مرضاكم بصدقة، والصدقة تقي مصارع السوء. نعم تقي مصارع السوء. فمن تصدق تصدق لنفسه لآخرته. قدم دنياك لآخرتك واغتنم فرصة حياتك قبل مماتك. فالله يكتب أجر الجميع. الله يجعلنا من المتصدقين
المتبرعين بالخير في القول والعمل. طيب فواز، فواز الشمري وقف البركة. والله وقف البركة أني أتمنى أن يكتمل ويفرح من أهل المضيم، لا أفرح معهم. الوقف عن قرآن والله ما تدري، يعني 22% من الناس اللي يبون الخير ويقدمون لنفسهم، ها في ناس قدموا، إن كانك تبي تلحق ما عاد بقى إلا 22%. ما تدري من بيطلع من هالوقف، صح؟ ما تدري من اللي بيتعلم، ممكن يكون عالم أمة، ممكن يكون ينفع الناس من بعده. وأنت بهالصدق اللي تصدقتها مشت أجور مباجر واحد. صدقت. والله كريم ويعطي، وإن شاء الله النبي يكتمل بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، أرقام الحسابات لوقف البركة ظاهرة لكم أمام الشاشة، 22%، ما هي صعبة عليكم يا من تريد أن تتصدق. تصدق على نفسك قبل أن تصدقون عليك الناس بعد أماتك، وتصدق للميت منكم والحي منكم كهدية له، وأيضا هدية ونبع ينبت وينبت في قبر هذا المؤمن الذي ينتظر منك الصدقة، وينتظر منك الشيء الذي يمشي ويجري عمله الصالح في قبره ويراها إن شاء الله في يوم القيامة جبال لا مدى لها من الأجور بسبب هذا الوقف لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة. أرقام الحسابات ظاهر لكم أمام الشاشة، عليكم بالهمة، وبإذن الله نسمع خلال هاليومين اكتمال 22% بعد توفيق الله عز وجل، ثم جهود من يقومون بهذا الوقف وجهودكم مشاهدينا الكرام. أبو علي حول يا اهل، تفضل ابو علي ثلاث دقائق معك. اخلا حول ثلاث دقائق انا نصيب من الطبخات. سم لا روح حول يا اهل الطبخ لا حول. كم باقي دقيقه؟ ثلاث دقائق. انا نصيب الاذان على من؟ الاذان بيجيك. الاذان على من؟ طيب يعطيكم العافية. الله يعافيك. ما قصرتوا. الله يسلمك. أبدعتوا. بس كيف الغداء عجبك والله؟ في حاجة الحين نتكلم فيها. ما عرفتك مع هذه المقدمة. اسلم. ايش؟ تفضل. خبط الله يحمد صح. حصل الشباب على نسبة. كنت تتوقعوا النسبة هذه يا شباب؟ كم؟ اللي ذا؟ اللي ذا؟ أه. قول لا إله إلا الله يا أبو علي. دقيقتين دقيقتين يا أبو علي. ها؟ تفضل دقيقتين. طيب. شفت صحن الفواكه كيف مرتب والفراولة وأبي. وعلى فكرة يعني أني الربع يعني. مش عصير كيف ذا أبو صالح؟ سم؟ كيف الرد؟ تدرون الوقت باقي عليه 15%؟ اسالك بالله اي 85% الوقف الان ما شاء الله تبارك الله. الله الله اكبر. 15 وجهك خير يا عبد العزيز. طيب علي النسبه مع هذه النسبه. اسلم. حصل الشباب على نسبه. طب كم تاخذ هو؟ والله يا ابو علي انت حكم ضامن ما تعطينا نسبه. اجتهدنا وحاولنا واليوم انت شايفني شلون اقطعها. ابو علي دقيقه ما في شيء ما قطعته. حصل الشباب على نسبه. يا رب علي فيها صفري 60 على نسبة 97. إذا المشاهدين الكرام حصلوا الشباب على نسبة 97% من تقييم الشيف أبو علي. وأنا أراكم شوي شباب شوي شباب استريحوا استريحوا استريحوا. إذا أعلن أبو علي الشيف الجميل والرائع نسبة 97% حصل عليها الشباب. نراكم بحول الله بعد صلاة العصر لتقييم الشباب لطبخة أخوياهم والنسبة الإجمالية التي سوف نراها. والحمد لله كلنا فرحنا كلنا بنسبة 85% لوقف البركة، وتبقى 15%. ونراكم بعد الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله